الصدرية بمستشفى القصر العيني الفرنساوي، وعضو لجنة المكافحة الكورونا المصرية، والمنسق العام للزمن المصري للأمراض الصدرية، وقبل كل ده وبعده هو عملاق الرعاية المركزة في الأمراض الصدرية. لو قلنا حد يكلمنا عن الاي سي يو ريسبيراتور اي سي يو او ريسبيراتور كريتيكال كير، مش هنلاقي في مصر وفي العالم العربي احسن من الاستاذ الدكتور محمد عبد الحكيم النادي، ربنا يخليك. وفعلا ده كان افضل اوبشن او احسن حاجه اتمناها واحب انها تحصل، والحمد لله واشكره ان هو وافق طبعا على حدوثها، ان هو يشرفنا يوم كامل لوحده، البروجرام كله الاستاذ الدكتور محمد عبد الحكيم النادي، الميكانيكال فنتيليشن فروم اي تو زد من البيزك للادفانسد، يومنا براحتنا خالص نتعلم زي ما احنا عايزين لحد ما نوصل لهندس اون في الاخر. وبشكره جدا على موافقته ومشاركته معانا وعلى وقته ومجهوده اللي هو ثمين جدا جدا واللي بيديه لنا، والحقيقه الراجل ما بيتاخرش عننا في اي حاجه ابدا، ودايما معانا كل سنه، والحقيقه بيدينا من وقته ومجهوده بدون يعني ما بيستخسرش فينا حاجه ابدا الحقيقه. وبشكره جدا على وقته ومجهوده الكبير والعظيم والثمين ده، وانا واثق ان احنا النهارده هنستفيد استفاده كبيره جدا جدا جدا. وده نهجنا دايما ان احنا نحب يبقى اليوم الثاني يبقى فيه هندس اون، يبقى فيه وركشوب، يبقى فيه شغل عملي براكتيكال، علشان نطلع مش مجرد بس استفاده نظريه في المحاضرات اليوم الاول، لا كمان استفاده عمليه، استفدنا بحاجه، قدرنا نتدرب على حاجه. ومن اهم الحاجات اللي نحب نتدرب عليها ونطلع كوادر فيها الاي سي يو، بالنسبه لنا ريسبيراتوري اي سي يو، واهم ما في الاي سي يو هو الميكانيكال فنتيليشن. ولو نفتكر في جائحه الكورونا كان الفنتيليتورز والميكانيكال فنتيليشن والكوادر في الكوادر في الفنتيليشن وفي الاي سي يو في الريسبيراتوري كانت نادره جدا وكنا محتاجينها جدا جدا. فنفسنا يبقى في كوادر كتير كواليفايد في شغل الريسبيراتوري اي سي يو والميكانيكال فنتيليتور، وده ان شاء الله هنقدر عليه النهارده باذن الله. ان شاء الله انا واثق ان كل الموجودين في اخر اليوم هيكونوا اكسبرت في الفنتيليتور وفي التعامل مع الفنتيليتور وفي التعامل مع البيشنت على ميكانيكال فنتيليشن. بشكر اولا واخيرا الاستاذ الدكتور محمد عبد الحكيم النادي، اخي الاكبر واستاذي، وبشكره دايما على تفاعله معانا وعلى وجوده معانا دايما، وان شاء الله اتمنى لكم يوم موفق. واحب ادي الكلمه للاستاذ الدكتور محمد عبد الحكيم النادي افتتح. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور ابراهيم المحلاوي، استاذ الامراض الصدريه جامعه المنوفيه ورئيس جمعيه النيل، وجمعية في الحقيقة يعني الواحد سعيد ان هو بيبقى حريص ان هو يشارك فيها، لان فعلا التعليم الطبي المستمر متمثل فيها، وشركات الأدوية وان كانت بتشارك لكن المحاضرات كلها بتكون علمية. بشكر دكتور ابراهيم وسعيد ان انا موجود مع حضراتكم. وفعلا الكلمة اللي قالها دكتور ابراهيم ان الميكانيكال فنتيليشن هو اصعب دواء ممكن تديه العيان في الرعاية المركزة. يعني انت مثلا بيجي يقول لك هدي العيان دوبامين دوبيوتامين، يقول لك الكيدني اخبارها ايه، الاكسكريشن اخباره ايه، البادي ويت قد ايه، احسب الدوز، ادي سهله جدا. لكن الميكانيكال فنتيليشن بقى شوف انت يعني بتاخد النفس هتدي له تركيز اكسجين كام وحجم قد ايه وبسرعه قد ايه وهيخرج امتى وهيدخل امتى، والميكانيكس اللي بتتغير كل لحظه مش كل دقيقه، الايروي ريزيستنس والكومبلاينس، العيان يفرقع، العيان كولابسد، العيان جراله، العيان حصل له. فلا الميكانيكال فنتيليشن يعني علم قوي وواسع. دكتور ابراهيم اصر ان انا ابقى ماسك اليوم من اوله لاخره، دي ده تكليف وليس تشريف، يعني ان انا ابقى مكلف ان انا اوصل لحضرتك المعلومه البيزك والادفانسد والترابل شوتينج وتتصرف ازاي. يعني نسال الله التوفيق والسداد. تاني بكرر شكري للأستاذ دكتور إبراهيم رئيس الجمعية، دكتورة زينب سكرتير عام المؤتمر، على دعوتهم وعلى إصرارهم في الحقيقة. أنا ما بتأخرش لكن حاولت كده فلفص، لقيت دكتور إبراهيم إيه مكلبش فيا وقال لي لا لازم هتاخد اليوم وتشيله، طب خلينا بعد الجمعة، لا من أول اليوم، خلاص أوكي ما فيش مشكلة. فيعني سعيد أن أنا موجود مع حضراتكم، بس زعلان من القعدة دي. أنا عايزكم تيجوا كده وتبقوا engaged معايا، تبقوش قاعدين ورا كده وحاطين ايديكم على خدكم وزعلانين، قربوا يا حلوين عشان الدنيا تبقى انتر اكتف. احنا مش عايزين، مش هندي محاضرات النهارده. يعني ربنا يوفقنا، ودكتور ابراهيم حاطط يعني بروجرام كامل للميكانيكال فنتيليشن، وربنا يسهل ونعرف يعني نطلع باللي احنا عايزين او اللي احنا نامل ان احنا نطلع بيه. يعني ف سعيد بوجودي مع حضراتكم وربنا يوفقنا ان شاء الله. هنبدا بقى يا جماعه ان شاء الله.
وبرضو انا بقول تاني اصراري ان اليوم كله يكون مع الاستاذ الدكتور عبد الحكيم محمد عبد الحكيم النادي لوحده، لان عارف قد ايه هو قيمه وقامه، ولما يبقى يكون حد بالعلم ده وبالخبره دي وبالقامه الكبيره دي ويكون بيتجاوب معانا بمنتهى التواضع ويوافق انه يكون معانا، فانا يعني يعذرني ان انا لازم استغله على قد ما اقدر لمصلحتنا ومصلحتكم كلكم، وانا واثق ان ده الورك شوب ده هنطلع منه ان شاء الله كلنا باستفاده كبيره جدا جدا باذن الله. اول سيشن في اول ساعه في الورك شوب ان شاء الله هتكون البيزك فيسيولوجي، ريفيزيتنج البيزك فيسيولوجي، عشان برضو كلنا نبدا كده نسترجع التفاصيل الاول قبل ما ندخل في الادفانسد ان شاء الله. اتفضل استاذ دكتور محمد بيه. طيب شكرا دكتور ابراهيم. وعايزين نقول ايه؟ البيزك هو كل ما لا تعرفه. مشرفنا الاستاذ دكتور عاطف القرن، طبعا سعداء بوجود حضرتك معانا. لكن البيزك احنا لما بنحب يا دكتور ابراهيم نسقط حد في الدكتوراه تسأله في البيزك. فالبيزك هو السهل الممتنع، واللي هو يعني لما بنخرج كده نقول تخيل لما سألته مش عارف في ايه ما عارفش يجاوب، ده البيزك. تقول لي ما هو البيزك؟ اقول لك البيزك هو كل ما لا تعرفه. ومحدش يقول على دكاترة الصدر ان هم مالجننت، دكاترة الصدر طيبين. طيب خلينا نشوف كده احنا محتاجين ايه مع حضراتكم النهاردة. هو الموضوع كبير طبعا، انا احاول على قد ما اقدر، يعني احنا عندنا وجبة دسمة لو حاولنا نبلعها مرة واحدة هنشرق فيها، فهناخدها بالتدريج كده ونقزقزها حتة حتة ونشوف احنا عايزين نوصل فيها لايه. ده الجهاز بتاع الميكانيكال فنتيليشن زي ما انتم شايفين كده، اذا وقفت قدامه ولعبت في زرايره هو برضو جهاز مصمت مغلق، لن يبوح باسراره الا اذا كنت انت عندك باك جراوند عن الجهاز ده عبارة عن ايه، الدولاب اللي قدام الراجل ده عبارة عن ايه، الخراطيم اللي طالعة دي بتاعت ايه، المود اللي موجود ده بيشتغل ازاي، الجرافس اللي موجودة دي بتتقري ازاي، الفاليو بتاعتها ايه. يعني عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك كلمة هاندس اون كلمة الى حد ما خادعة. يعني هاندس اون ما انا لما اخذ هديك الموبايل هتلعب تي هتطلع الارقام وهتعمل كل حاجة، بس لازم يكون في عندك باك جراوند ده بيعمل ايه وبيشتغل ازاي. ماشي، واحدة واحدة وهتوصل المعلومة. عايز تتكلم على ايه النهاردة؟ ده طبعا اللوجو بتاع كلية الطب قصر عيني، الصرح الطبي اللي انا بفخر بانتمائي ليه، ودي صورة الفرنساوي الدور السابع الف اللي احنا شغالين فيه، وفي انتنسيف كير وفي ان بيشنت وفي ثوراكوسكوبي وفي برونكوسكوبي. زي ما حضراتكم عارفين النفس سبحان الله، يعني قوة ربنا سبحانه وتعالى في الخلق وابداعه في الخلق، ان الديافرام ينزل والانتركوستال تيليفيت النفس يخش والعكس تماما عشان النفس يخرج كويس. العين بتاع جهاز تنفس الصناعي زي ما انتم شايفين كده هو متوصل في ناحية على خراطيم والناحية التانية بيستنزف فلوسه، ودي مصيبة سودة. فاللينس اوف هوسبيتال ستاي ال او اس دي مهم جدا ان احنا نحطها في الحسبان، وفي نفس الوقت مش بقول لك استعجل وشيل العين بسرعه، لان من تعجل قطف الثمار قبل الاوان عوقب بالحرمان. يعني ايه؟ ريبيتد ايرلي ترايلز اتمبتس اوف ويننج بتعمل ويننج فيلير، فلازم تقطف الثمره زي المانجا العويسي كده، كل اللي حاول ياكلها في شهر 7 كانت بايظه، مانجا العويسي بتتاكل في شهر 8 بس. نفس الكلام كده الويننج ما ينفعش يتم الا بعد ما تفلفل الكرايتيريا، بس طبعا ما تفضلش قاعد جنب الكرايتيريا ديت ونايم جنبيها ليل ونهار وانت مستنيها تحصل، مش هتحصل كلها، فلازم يبقى ليك لقطه امتى هقدر اشيل العين بتاعي والقرار بتاعها هيكون امتى. وانا اتفق برضو على كل هذا الكلام. طيب يبقى البوست بريشر فنتيليشن ده حاجه حلوه وبتساعد العيان ديورنج الامرجنسي صح، اولزو بوست بريشر از ريسبونسبل فور ذا بينيفيشال افكتس اوف ميكانيكال فنتيليشن از اولسو ريسبونسبل فور ميني بوتنشال ديليتريس سايد افكتس او ديليتريس سايد افكتس، يعني بيأذي العيان او بيأذي العيان. طب ما تيجي بقى طالما بيأذي العيان نفنتله بسرعه ونجري، ولا نقعد وناخد وقتنا ونعبي كل المشاكل اللي احنا عايزين نعبيها ونطلع بمشاكل بدل ما نطلع بفوائد؟ هنشوف. الميكانيكال فنتيليشن يا جماعه زي ما انتم شايفين كده هو بيخش بيعمل ان اكتيفيشن بالموني سيرفكتنت، يعني ممكن يعمل كولابس وبالذات في العينين اللي راقدين، الكابيلاري بيرميابيليتي بتزيد، يبقى الشنط فراكشن ممكن يزيد وممكن يقل، هنتفق عليه على حسب اناتوميك ولا فيسيولوجيك شنط، واكتيفيشن اوف انفلاماتوري سيلز. ياه
اكتيفيشن اوف انفلاماتوري سيلز، دخلت التايدال فوليوم على الالفيولاي ونفخته ليها بيطلع انفلاماتوري سيلز، طلع انترلوكين 8، والانترلوكين 8 تجيب النيوتروفيل عن طريق النيوتروفيل كيموتاكتيك فاكتور، والنيوتروفيل تعمل شغل. طيب ونفخه الالفيولاي ميكانيكال، شوف انت البالونه مش وانت بتنفخها ممكن تفرقعها، نفس الكلام اهو. يبقى في حاجه اسمها بايو فيزيكال انجري وبايو كيميكال انجري، ودول بيجيبوا النيوتروفيل زي ما اتفقنا، والالفيولار كابيلاري ميمبرين بتزيد والكاردياك اوتبوت بيقل. هناخد الكلام ده بالتفصيل. يبقى العن بيموت من ديستال اورجان فيلير، مالتيبل اورجان ديسفانكشن، يعني العيان مش بيموت من ARDS، لا بيموت من ARDS واللي عملوا الفنتيليشن، لدرجة ان بعض العيانين او بعض الدكاترة بدأوا يسموا الـ ARDS نوزوكوميال ARDS، ده هو داخل من غير ARDS والفنتيليشن جابهوله. كويس، يبقى انا في عندي كل الاورجانز بتتأثر، الكيدني هيبقى اليورين هيقطع، هنتكلم على الكلام ده، البرين البلاد بريشر هيزيد فيه، بارمونيو فاسكولار ريزيستنس هتزيد، انفلاماتوري سايتوكاينز هتزيد، السيستميك فاسكولار ريزيستنس هتقل وضغط العيان هيقع، الهارت الكونتراكتيليتي هتقل، والبري لود والافتر لود هيقل، يعني الدنيا بتبوظ مع الميكانيكال فنتيليشن، صح؟ لان انت بتلعب في الفسيولوجي اللي ربنا خلقه للعيان. العيان بيعتمد في رجوع الدم على النيجاتيفيتي اوف ذا انتراثوراسيك بريشر، جيت انت بكل بساطه وقلت له هقلبه لك بوزيتيف يا معلم، طب الفينوس ريتيرن هيجي ازاي ويرجع ازاي؟ مش عارفين. كويس، يبقى كلمه طخه بس ما تعوروش مش هتبقى ابليكابل هنا، هتطخه بس هتعوره، مفيش حاجه اسمها شوت نوت تو كيل، لا هتشوت وممكن تكيل. يبقى الهدف من ميكانيكال فنتيليشن هو السيفتي والكمفورت والليبريشن، ان انا اشيل العيان من على جهاز التنفس الصناعي في امان وسلام، مش ان انا اوصله عليه وان انا ما اعرفش اشيله بعد كده. امن فنتيليشن عارفه التاريخ هو قبله الحياه، ماوس تو ماوس بريذنج، عمرنا ما سمعنا عن حد جاله بارو تروما بالماوس تو ماوس بريذنج، ممكن يجيله من الامبوباج، ممكن يجيله من الميكانيكال فنتيليشن، لكن من الماوس تو ماوس بريذنج ذا لانج اوف وان مان may bear without injury as great force as those of another man can exert، مهما تعمل قبلة الحياة، which by bellows cannot always be determined. More than 250 سنة الفيلي was proved definitely to contribute to mortality in patient with ARDS اللي هي الventilator induced lung injury. كويس، احنا هنتكلم على ايه بقى النهاردة؟ احنا هنتكلم على الفسيولوجي، ايه التغيرات اللي بتحصل على mechanical ventilation للعيان اول ما بوصله، عشان تبقى عارف، لان لما تعرف ان ده بيحصل طبيعي ما تبقاش انت قلقان وجزع او هلع، يعني صيغه مبالغه على وزن فاعل. وبعد كده هكلمك على شويه حاجات بقى على الميكانيكس على اللنج اللي هي مربط الفرس زي ما بيقولوا، بس لازم نبقى اوير ان انا في عندي تو سب تايبس من الميكانيكال فنتيليشن، دكتور ابراهيم اختار منهم الايه، البوزيتيف بريشر فنتيليشن، النيجاتيف ان انا نايم العيان في ايرن لانج او تشيست كيوراس واحط حواليه نيجاتيف بريشر من بره، او ان انا ادي له بوزيتيف بريشر عن طريق بقه، وبقه ده باندوتراكيال تيوب يسموها انفيزيف، ومن غير الاندوتراكيال تيوب يسموها نون انفيزيف. ايام البوليو في 1953 ايام ما كان لسه ما فيش غير النون انفيزيف النيجاتيف بريشر فنتيليشن، زي ما حضراتكم شايفين كده المنظر كان وحش قوي، والاجهزه كانت بهذه الكيفيه والدنيا مش مظبوطه، ده الايرن لانج في 53 ايام البوليو مايلايتس. طيب يبقى اذا عشان انا اخلي العيان يتنفس، يا اما اخلق نيجاتيف بريشر حوالين صدره، يا اما بوزيتيف بريشر حوالين بقه. كويس، لو بوزيتيف بريشر حوالين بقه باندوتراكيال تيوب يسموها انفيزيف. تقول لي ياه، لدرجه ان انا بس مجرد مركب التيوب في صدر العيان ده سموه انفيزيف بوزيتيف بريشر فنتيليشن، ولما اشيلها يسموه نون انفيزيف بوزيتيف بريشر فنتيليشن. كويس، ايه اللي انت عايزه؟ اللي انا عايزه ان العيان ده جايني في اضعف حالاته، ضعيف يعني ايه؟ يعني الفنتيلاتوري بامب والريسبيراتوري بامب بتاعت العيان ضعيفه، فانا بقول له لو سمحت انا هديك فنتيلاتوري بامب من عندي لحد ما انت تبتدي تشد ايلك، ويبقى العمليه انتر اكشن ما بيني وما بين الفنتيليتور. كويس، ما بيني وما بين الفنتيليتور والعيان، يعني ثلاثي. كويس، وربنا مطلع علينا بقى. The most difficult therapeutic modality you can give to your patient in the ICU هو الميكانيكال فنتيليشن، وعرفنا ليه. The more you know
the more you can help، والعكس تماما، كل ما كنت جاهل، كل ما كنت مؤذي، كل ما كنت متعلم، كل ما كنت مفيد. سهلة دي؟ كويس خالص. زراير الفنتيليتورز كتيرة لكن مش صعبة زي الراجل كده، لكن لو قارناه بالستة تلاقي الدنيا بهذه الكيفية كده. فدايما بنقول ان احنا بنبقى سلسين وطيبين وكويسين كلنا يعني. دي البوست بريشر فنتيليشن زي ما انتوا شايفين كده، يا اما بالماسك يا اما بالاندوتراكيال تيوب، وزمان كانوا بيعملوها بهذه الكيفية كده بالمروحة اسمها بلندر، مش مشكلة. كلمة فنتيليشن دي كلمة لاتينية، فنتس مينينج وايند، الهواء، التهوية الصناعية، انفيزيف بتيوب ونون انفيزيف زي النيجاتيف بريشر والبوست بريشر، يعني بدون اندوتراكيال تيوب. يبقى رأس الخطيئة الاندوتراكيال تيوب، ولما اقول لك اندوتراكيال تيوب اللي هي الاورال انتيوبيشن، بيبقى معاها ايه؟ مشاكل كتير جدا. خلاص؟ وبتدخل اورجانيزم وبتعمل اكسجين توكسيستي بالبوست بريشر، يبقى دي اسمها فنتيليشن اسوشيتد لانج انجري. فنتيليشن اسوشيتد لانج انجري، ثلاثة او الاورال اندوتراكيال تيوب والاكسجين توكسيستي والاورجانيزم اللي بيعمل لي الفنتيليتور اسوشيتد نيموني. شيلهم معاك كده دلوقتي، هنروح للفيلي ليتر اون ونشوف اسمها صح ولا غلط. ماشي، يبقى اذا ده انفيزيف ولا نان؟ مش سام كويس؟ طيب مش تتكلم وتعبر عن نفسك. اوكي، طب ودوت؟ يبقى دوت انفيزيف ميكانيكال فنتيليشن. كويس. هنا بقى بنقول ان العيان عنده مشاكل والفنتيليتور ممكن يعمل مشاكل، مش ناقصك انت كمان كدكتور تيجي بمشاكلك، ده انت المفروض انت هتيجي تحل هذه المشاكل. كويس قوي. asking the ventilator to produce more or asking the patient to produce less، ما احنا اتفقنا هو انتر اكشن ما بينك وما بين الفنت. العيان حلو، نقص الفنت وخلي العيان ياخد اكتر، العيان وقش زود الفنت ونقص البيشنت، انتر اكشن ما بين الاثنين لحد ما تقدر تشيل. كويس. انواع النفسات ما حدش يعرف نفسه بيها، لسه هناخدها لما نيجي ناخد الجرافيكس. على فكره الايتيمز مليانه وانا حاطط حوالي تقريبا 10 محاضرات مش 6 يعني، بس هنحاول كده يعني نجري ان شاء الله. طيب فنتلت العيان، ها ايه الاخبار؟ اخر تمام واخر حلاوه. طيب النفس بتاع العيان كام؟ يقول لك 40. يبقى العيان تكبنك صح. طب والبلاد جاز بتاع؟ لا ده هايبوكسيميك يعني كمان في يعني. طب والكربون؟ لا ده طالع 110. يبقى العيان بتاعك ده متفنتل ولا هو في فيلير؟ تخيل بقى لما يبقى عندك عيان في فيلير وهو على فنتيليتور، شكلك ايه؟ شكلك وحش. ما هو ده نفس الكلام يا جماعه، لما تبص على عيان ومتفنتل محطوط على ميكانيكال فنتيليشن وتكبنك واجيتيتد وعرقان، تعمل بلاد جازز تلاقي الكربون دايكسايد 100 والبي اتش 7.1، ايه المصيبه دي؟ امال انا بعمل ايه؟ الهدف من الفنتيليشن ايه؟ اليفيت الكربون دايكسايد، اريليس الدستريس، وهكذا. اذا انا مش عايز اشوف الصوره ديت اللي هي بيشنت فنتيليتور اي سينكروني او فايتنج يعني. نيجي بقى نشوف كده سريعا انت عايز ايه من العيان. انا عايز اعرفك بس اللي بيحصل للانسان الطبيعي لما يبقى فنتيليتد على مستوى الكارديو فاسكولار والسي ان اس والكيدني والجي تي وسايكولوجيكال ونيوتريشنال ونيورو ماسكولار وريسبيراتوري. يبقى دي الاجنده. بس كلمه ريسبيراتوري في طياتها بلاوي. ريسبيراتوري عايز اكلمك على الميكانكس، ايه هي الفاريبل فاكتورز وايه هي الكونستانت فاكتورز، وايه الريزيستيف ورك والالاستيك ورك، وايه الاير واي ريزيستنس والكومبلاينس والبريشر البيك اير واي والبلاتو والكومبلاينس الديناميك والاستاتيك والهوموجينيوس لانج والهيتروجينيوس لانج والاناتوميكال شانت والفيسيولوجيكال شانت والبرومبوزيشن والسوباين بوزيشن والبيب والسباب والترانسبالموناري بريشر والدرايفنج بريشر. حاجات كتير ولا قليله؟ هنحاول يعني، واستعينوا بالصبر والصلاه، نصبر بقى. يبقى هنا ايه؟ احضري اياتها الروح الايه النشيطه عشان ورايا بلاوي. حد عارف تكملتها ايه دي؟ ما بتحضرش بنت الجزمه. طيب اوكي، اللنج يا جماعه
ربنا سبحانه وتعالى حباها بمصيبة، قصدي بميزة. ايه هي؟ اللانج is the only organ which receive the total cardiac output. شفت الحتة دي؟ اللانج هي العضو الوحيد في الجسم اللي بياخد الدم كله من القلب، الدم كله بمشاكله بمزاياه بعيوبه، وكمان هي الأورجن الوحيد اللي مفتوح على الشارع بعد الجلد. ماشي؟ يبقى هي اللانج بيقول لك ايه، وي جوت يو سمثينج. دي اللانج بتكلم مين؟ بتكلم القلب، بتقول له انا جبت لك شويه اكسجين. I love it. I'm going to share it with everybody. انا هدي الاكسجين ده لكل الجسم. وزي ما انتم شايفين كده هوت الاكسجين بيخش يروح لللانج يلف في الدم ويروح الارتيريال سايد وبعدين يطلع ميكسد وبعدين يخرج تاني برضو عن طريق اللانج. ويمكن ده يفسر لك ليه العيانين اللي بيعملوا لانج ترانسبلانتيشن اكتر ناس بيحصل لهم ريجكشن، مش زي الكدني ومش زي الليفر. الكدني بتريسيف شويه بلاد من الكاردياك اوتبوت، والليفر بيريسيف شويه بلاد من الكاردياك اوتبوت، لكن اللانج بتريسيف التوتال كاردياك اوتبوت. فبيحصل حاجه اسمها اسكيميك ريبرفيوجن انجري، دخلت الدم على اللانج بعد ما كانت محرومه منه، بيعمل اسكيميك ريبرفيوجن انجري واكيوت ريجكشن او هايبر اكيوت ريجكشن، وليتر اون بيحصل بوس برونكيولايتس اوف لترانس سندروم. اوكي طيب، يبقى عايزين بقى سريعا جري، واللي هي يعني اللي هيتوه مني يوقفني في اي وقت، وفي النهايه هنسال عشان نشوف مين اللي كان صاحي ومين اللي ما كانش معانا. كارديوفاسكولار، لما اقول لك الضغط بتاع العيان اول ما يتوصل على الفنتليشن تقول لي ضغطه بيقل، لان البري لود والافتر لود الاثنين بيقلوا. بري لود بيقل ليه؟ لان الفينوس ريترن قل. قل ليه؟ عشان النيجاتيفيتي بتاع الانتراثوراسيك بريشر بدل ما كانت نيجاتيف قلبت بوزيتيف. طب والافتر لود كمان هو كمان بيقل، بيقل ليه؟ لان اللي جاي له قليل يبقى اللي خارج منه قليل. لكن الاوفر اول كونتراكتيليتي بتعتمد على الفنتريكل ده نورمال ولا اب نورمال. سهله كده، حلوه قوي. يبقى ده السبونتينيوس بريذنج، مفيش ضغط خالص اهو 120 70. اوكي، لما بحط العيان جوه بوزيتيف بريشر يبقى الفينوس ريترن اللي جاي من الهيد والنك او اللي جاي من اللور ليمب سوبيريو وانفيريو فينا كيفا الاثنين هيقلوا، يبقى الرايت فينتريكل كارديك اوتبوت هيقل، يبقى الليفت فينتريكل كارديك اوتبوت هو كمان هيقل اهو. زي ما انتم شايفين كده الفينوس ريترن هيقل هنا اهو لما زود البوزيتيفيتي بتاع الانتراثوراسيك بريشر. بوزيتيف بريشر فنتيليشن فينوس ريترن يحصل له ريدكشن، يبقى الليفت فينتريكولار اوتبوت هيقل. حلو، عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ما تتخضش لما توصل العيان على الفنتيليشن، انيشال دروب اوف بلاد بريشر از اكسبكتد. اكسبكتد ليه؟ تقول لي لان الفينوس ريترن هيقل. اقول لك مش دي وبس، هو مش اللي كان العيان قبل ما يتفنتل كان جاي لك اجيتيتد ولا كان جاي بيتدلع؟ اجيتيتد. يعني مين اللي شغال؟ السمباثاتيك. لما انت فنتلته يهدى الباراسمباثاتيك هيبريدومينيت فازو دايلاتيش، يقع الضغط كمان شويه. وايه كمان؟ وانت بتانتيوبيت الديت هيبنوتكس يقع الضغط كمان شويه. البوزيتيف بريشر مي ان ماسك ريلاتيف هايبوفوليميا. يبقى كل ديت حاجات تفسر لك لما الفينوس ريترن يقل يهجم على العيان الهارت، وبمجرد ما تلاقي الدنيا بدات تقع يبقى الكاردياك اوتبوت بدا يقل. لكن ده ما يخليكش تترعب. الهايبوتنشن اكسبكتد فولوينج الانتيوبيشن بسبب البوست بريشر فنتيليشن، الانتراثوراسيك بريشر هيزيد، ينقص الفينس ترن والبريلود والافتر لود، الهايبو الهيبنوتيك ايجنت اللي انت حطيتها لما بتركب اندوتراكيال تيوب، الباراسمباثاتيك تون اللي بدا يظهر، ان ماسكينج الهايبوفوليميا، والكومبنساتوري فاز دايلاتيشن هيبقى لوس. كويس قوي. يبقى على مستوى الكارديولوجي في انيشال دروب اوف ذا بلاد بريشر، وده هيعتمد على الكونتراكتيليتي، لكن البري لود والافتر لود والفينوس ترن الثلاثه قالوا. على مستوى الكارديو السنترال نيرفس سيستم، البرين بيزيد فيه الضغط بالبوست بريشر فنتيليشن، ودي مصيبه. تقول لي ليه؟ اقول لك لان في عيانين كتير جدا بيبقى عندهم هيت تروما بيتوصلوا على فنتيليشن. يبقى انت المفروض تاخد بوليسي ان انت توطي الكربون دايوكسيد. ايش معنى؟ تقول لي ان الكربون دايوكسيد ذا موست بوتنت فازو دايليتور، ده اللي بيعمل برين اديما، ده اللي مسؤول عن السي او 2 ناركوزس. فلو قدرت تنجح في ان انت تعمل ووش اوت للكربون دايوكسيد عن طريق حاجه اسمها كنترولد هايبر فنتيليشن اللي العيان بيعملها لنفسه بنفسه قبل ما يشوف خلقه سيادتك، ولما بيجي لك يقول لك ده بينهج، هو بينهج عشان ربنا علمه ينهج عشان يوش اوت الكربون دايوكسيد.
يعمل كنترول ده هايبوكابنيا. فلو سمحت لو بتفنت العيان عنده سي ان اس ليجن هيد تروما برين انجري تعمل كنترول ده هايبر فنتيليشن، لان غالبا اللي عنده بيكون عنده نورمال لانج. امال ايه اللي خلاه يخش في فيلير؟ البرين. يبقى لازم تسرع له التايدال فوليوم وتسرع له الريسبيراتوري ريت. طب لو ما سرعتهمش تقول لي ما انت ضربت الفينوس ريتيرن، يبقى الانترا كرينيال بريشر هيزيد. يبقى الحاجه الوحيده اللي هتخليك كيبابل ان انت توطي الانترا كرينيال بريشر ان انت تعمل كنترول ده هايبر فنتيليشن. طبعا لو كان ما عندوش اير واي اوبستراكشن، لكن لو عنده اير واي اوبستراكشن دي هتبقى قصه ثانيه. يبقى الانترا ثراسيك بريشر از انكريزد، سو الفينوس ريتيرن هيقل من الهيد والنك. لكن لو خليت الميكانيكال فنتيليشن هيريزلت ان دروب ان ذا كربون دايوكسيد، الانترا كرينيال بريشر هيقل. يبقى لازم اخد بوليس اسمها كنترول ده هايبر فنتيليشن. سهله. على مستوى الكدني في شويه فيسيولوجي كبير انا مش مهم عندي قوي ان انت حضرتك تبقى اوير بيه، لكن انا عايز اقول لك ببساطه ان انت حطيت العين على البوست بريشر فنتيليشن، حلو، قلت لك كاردياك اوتبوت بيقل، اه يبقى الرينال بيرفيوجن هيقل ولا يزيد؟ هيقل. يبقى الكدني الترشيح بتاع البول هيقل. يبقى في عندي سولت ووتر ريتينشن، سولت ووتر ريتينشن بسبب ديكريزد الرينال بيرفيوجن. وطبعا الميكانيزم بقى الريليس بتاع الرينين انجيوتنسين والسولت ووتر ريتينشن وديكريز ان ذا اتريال ستريتش ريسبتور، هيعمل لك سكريشن للاي ان بي او الاتريال ناتوريتك بيبتايد، وبعد كده هينكريز الانتي دايريتك هرمون سكريشن. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني لما تلاقي وش العيان منفخ شويه بعد البوست بريشر فنتيليشن دي حاجه متوقعه، لان انت وطيت الرينال بيرفيوجن، العيان مش عارف يخرج قوي البول، فما فيش مانع ان انت تحط سن الدايوريسس تو فورس الدايوريسس، بس بروفايدد ان الضغط يكون بيسمح بهذا. حلو قوي. على مستوى الجي اي تي الانسنس اوف ستريس ألسر بيزيد، يبقى اي عيان ميكانيكالي فنتليتد انا باكسبكت انه يجيله ستريس ألسر. تقول لي بديله بروتون بامب انهيبيتور، غلط. تديله اتش 2 بلوكر، غلط برضو. تديله جاست ميوكوزال كوتينج ساكرال فيت او جاسترو فيت جرام بالرايل كل 6 ساعات. امال البروتون بامب انهيبيتور دول هروح لهم امتى؟ تروح لهم حضرتك لما يكون عن فاتح هيماتيمسيس او بليدنج او عنده هيستيرو بيبتيك ألسر او بتدي السيروجينيك دراج وانت قلقان منه، او في عندك هيماتيمسيس او في عندك هيماتوكيزيا او في عندك ميلينا، يعني في بليدنج فهتدي غصبا عنك. لكن متبرعا مشكورا تدي اتش 2 بلوكر وبروتون بامب انهيبيتور ده بيفاسيليتيت النوزوكوميال انفكشن والنيمونيا، عوده الى ما خلقه الله. الاتش سي ال لم يخلق عبثا، الاتش سي ال بيعمل استيرلايزيشن على مستوى الايه الابر جي اي تي تراكت، وبالتالي ما ينفعش نلغيه تماما بالايه بالبروتون بامب انهيبيتور. يبقى الانسنس اوف ستريس ألسريشن بيزيد والجاستروفيت هو الحل ما لم يكن العين فاتح بليدنج او عنده ريسك فاكتور. سايكولوجيكال ستيتس مهم قوي يا جماعه ان احنا ناخد بالنا قوي من العيانين اللي نايمين على فنتليتور دول، ان هم ما بيناموش كويس بسبب الرعايه اللي مفتوحه ليل ونهار، النور بتاعها وباب الطوارئ اللي عمال كل شويه يخبط، والعيان بيبقى نايم في امان الله متوصل على فنتليتور فجاه يلاقي الرعايه اتقلبت، يفتح عينيه يلاقيك راكب على صدر عيان وبتريس ستيت ومحدش هان عليه حتى يشد الستاره، ده نان ايثيكال ونان هيومن. فلابد ان احنا نراعي الحاله النفسيه للعيان، الانكزايتي والديبريشن والفير، ولابد ان هو يحصل على عدد قسط كافي من النوم عشان بعد كده لما نيجي نعمل ويننج ما نبقاش بنقول هو العيان مش راضي يتشال ليه، لان العيان حضرتك بقاله 24 ساعه ما نمش. تخيل انت حضرتك لو مر عليك 24 ساعه بتبقى خلقتك شكلها عامل ازاي، ولو حد كلمك كلمه بترد عليه بتقول له ايه، وانا بقول له يعني ايه اصحى من النوم عايز انام، امال كنت بعمل ايه وانا نايم؟ ده حقيقه كلنا بننام نوم غير مثمر دلوقتي، نون ريستوراتيف سليب. وهنا بيقول له اكسكيوز مي دكتور كان اي اسك يو سمثينج وات هابن وين وي داي، احنا بيحصل ايه لما بنموت؟ قال له ولا حاجه، وي جيف يور بيد تو سام بودي ايلس، بندي السرير بتاعك لحد تاني. ده اللي بيشغل الدكتور يعني دكتور محمد. طيب ويبقى المنظر ده مهم جدا، فاكرين الولد اللي كانت الست المعلمه بتعلمه كده ودخل عليها وهي كانت اجيتيتد وشد فيشه الفنتيليشن وحط فيشه المكنسه عشان كان شغال فراش، ما قالت له ادي دقني لو فلحت
فدخل لها بينظف الاوضه فطفى الفنتليتور، فلازم ناخد بالنا ان العيان حياته متوقفه علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى. طيب نيوتريشنال اندر فيدنج واوفر فيدنج. الاندر فيدنج يعمل كاتابوليزم، والاوفر فيدنج يزود الكربون دايوكسيد برودكشن. يبقى انت محتاج حد بتاع نيوتريشن محترم معاك، وما فيش حاجه اسمها انا بديله 600 سنتي بالرايل كل اربع ساعات. 600 سنتي يبقى انت لمؤاخذه يعني ايه فتحت الجاستروسوفجير ريفلكس وخليت العيان يرجع، يبقى كبيرك من 250 ل 300 سنتي. وكيب ذا بيشنت ان سيمي سيتنج بوزيشن، ما تنيموش على ظهره وتقول انا بقيس بعديها السي في زفت سي في بي، لان ده هيخلي العيان ياسبريت. فالسي في بي يتقاس قبل الاكل مش بعد الاكل، والعيان اول ثرو نايم سيمي سيتنج ان لم يكن يعني برون كويس. وما فيش حاجه اسمها اوفر فيدنج، لان الاوفر فيدنج بيطلع كربون دايوكسيد. وما فيش حاجه اسمها اندر فيدنج، لان ده بيعمل كاتابوليزم في المصل اللي انا عايزه تشتغل كويس. شوفوا قد ايه يا جماعه الفسيولوجي مهم. نيورو ماسكولر بيحصل بولي نيوروباسي وبولي مايوباسي، وبيحصل حاجه اسمها في اي دي دي فنتليتور انديوس دافراجماتيك ديسفانكشن، بالذات في العيانين اللي محطوطين على مانداتوري مود. يبقى هنقول هناخد الاسيستد مود احسن، اللي هي يبقى فيها انتر اكشن ما بين العيان والفنت عشان الريسبيراتوري سنتر تون شغال. تقول لي يعني ايه تون شغال؟ اقول لك ما هو التون هو اللي مسؤول على ان العضله ما تخسش. وشوف العيانين بتوع الاستروك ايده ورجله بتخس ليه؟ تقول لي عشان ما بتتحركش. غلط، عشان مش جاي لها تون. التون هو اللي ريسبونسبل عن المسل بلك. تراي انتي اوكسيدنت سبلمنتيشن، مفيش مانع ان انت تزود الانتي اوكسيدنت. يبقى ده الفي اي دي دي زي ما اتفقنا، رابيد ديسيوز اتروفي في الديافرام، والكلام ده هنحكيه بالتفصيل لما نروح للايه للفيلي والفالي. لكن المهم عندي ان انت تحافظ على الاسترنس والاندورنس. الاسترنس يعني قوه اداء الديافرام، والاندورنس هي الفورس بير تايم. زي واحد يقول لك كده سلم عليا تسلم عليه، حلو، اضغط على ايدي يروح ضاغط، دي اسمها استرنس. يقول له خليك ضاغط، كلمة خليك ضاغط دي اسمها ايه؟ اندورنس. يبقى فورس بير تايم اسمها اندورنس. طب وفورس بس دي اسمها سترينس. طب وانت عايز ايه من الديافرام؟ عايز الاثنين، عايزه يؤدي بقوة ويستمر في هذا الاداء عشان ابليس في الجنة، صح؟ كده خلصنا النص الاولاني من المحاضرة. كارديوفاسكولار initial drop of the blood pressure preload و after load و venous return بيقل، ماشي. كدني بيحصل organ hypoperfusion، يبقى renal output هيقل، يبقى salt water retention ب different mechanisms. brain intracranial pressure بيزيد، يبقى لو هتفنت العيان لازم يكون controlled hyper ventilation، tidal volume عالي و respiratory rate سريع، provide العيان ما يكونش obstructed عشان نحصل على ما يسمى الفيولر هايبوكابنيا. جي اي تي ستريس ألسر، سي ان اس انكزايتي انسومنيا فير ديبريشن. نيوتريشنال افويد اوفر فيدنج واندر فيدنج. نيورو ماسكولار افويد الفنتريتو انديوس دافراجماتيك ديسفانكشن والبولي نيوروباسي والمايوباسي. كلام سهل ولا في مشاكل؟ ده الكلام اللي احنا قلنا عليه، ده الكلام السهل. خش بقى على مين؟ على الميكانيكس. ويمكن احنا دكتور عاطف كان اكتر حاجه بتضايقنا في الفسيولوجي هو الفسيولوجي اوف ريسبيريشن، حد شرحه لنا كويس. عشان كده لما بنطلع وحد يقول لك كلمه كومبلاينس تحس كده ان في حد كانه خبطك في دماغك بمفك. لكن انا عايز اقول ان كلمه كومبلاينس وكلمه ريزيستنس يعني ماسوره وبالونه. الكومبلاينس هي البالونه، والماسوره دي الريزيستنس. البالونه دي لو ستيف يبقى الكومبلاينس وحشه، ولو بتتنفخ بسهوله تبقى الكومبلاينس حلوه. والريزيستنس لو اير واي ضيق، ولو الماسوره ضيقه ولو الماسوره واسعه، حلو قوي. تقول لي طيب يبقى انت عايز تكلمني على ايه؟ عايز اكلمك على الميكانكس. تقول لي ايه يعني ايه الميكانكس؟ يعني هقول لك دلوقتي. والورك اوف بريذنج والايرواي ريزيستنس والكومبلاينس والبريشر بيك وبلاتو والهوموجينياس لانج والهيتروجينياس لانج والاناتوميكال والفيسيولوجيكال شانت والبرون والسوباين والبيب والسباب.
بس قبل ما نتكلم عن هذا الكلام لازم تاخد ايه؟ لبن السرسوب، عارفينه؟ انا بسأل سؤال، بقول عارفين لبن السرسوب؟ طيب ايه بقى لبن السرسوب؟ على فكرة لبن السرسوب ده طعمه وحش قوي، بس مليان ايمونوجلوبينز يقدر يحمي الطفل في اول 6 شهور. اه لبن السرسوب بالنسبة لنا هنا هو الاكويشن اوف جاس موشن، قانون نفاذية الغازات او قانون عبور الغازات او حركة الغازات. بتقول ايه؟ بتقول البريشر نيدد تو انفليت، انا الضغط اللي انا محتاجه عشان انفخ البالونة عبارة عن ايه؟ عبارة عن بوست بريشر يخلقوا الفنتيليشن او نيجاتيف بريشر يخلقوا العية، صح؟ صح؟ او الاتنين مع بعض، كويس. بس الهواء هو داخل هيفاجأ بمقاومة، وهو بينفخ الالفيولاي كمان هيفاجأ بمقاومة. الهواء هو داخل هيفاجأ بمقاومة اسمها ريزيستيف ورك، وعشان ينفخ الالفيولاي الالاستيك يبقى في اسمها الاستيك ورك، يبقى في عندي ريزيستيف ورك والاستيك ورك. حلو، يبقى البريشر نيدد تو انفليت هيساوي ريزيستيف ورك والاستيك ورك. الريزيستيف ورك اسمه فريكشن، و الالاستيك ورك اسمه فوليوم على كومبلانس او ستريتش، كويس. يبقى كل ده الدايفرام عشان ينزل انتركوستال تي اليفيت، فيبقى هخلق نيجاتيف بريشر فالهواء يخش، او هزقه من بره يبقى بوزيتيف بريشر فنتيليشن. حلو، خد بالك بقى من الكلام اللي جاي ده، لان ده برضو زي ما بنقول لبن السرسوب. بريشر نيدد تو انفليت اللي انت خلقته بالبوزيتيف بريشر فنتيليشن او بالنيجاتيفيتي بتاع الدايفرام لما نزل والانتركوستال لما اليفيتد، هيعمل ايه؟ هيعمل بريشر جريدينت. حلو، البريشر جريدينت اول ما تتخلق هتعمل لك جاس فلو. الجاس فلو اجينست ريزيستنس ديليفرينج فوليوم اجينست الاستنس. تاني عايزك تفتكر الكلام ده كويس. الهدف من الميكانيكال فنتيليشن تو جينيريت فلو، جينيريت فلو. الفلو ده وهو معدي من ماسوره هيقابل مقاومه، ولما يخش على الالفيولاي بقى اسمه فوليوم هيقابل مقاومه. يبقى البريشر نيدد تو انفليت هيجينيريت فلو اوفركمينج ريزيستنس ديليفرينج فوليوم overcoming elastance. حلو قوي، يبقى دي كل القصة، عندي resistive work وعندي elastic work، والاتنين لازم يكونوا كويسين عشان اقدر ادخل التايدل فوليوم اللي انا عايزه. حلو، يبقى resistive work و elastic work. ال elastic work 65% والresistive work 35%، كويس. مش مهم هو الارقام يعني، المهم مجهود النفس موزع على الناحيتين دول، كويس. لما يجي لك عين بينهج لازم تسأل نفسك هو بينهج ليه، ما يبقاش كل همك ان انت توصله على اكسجين وبس، ممكن الاكسجين ما يحلش المشكلة. ليه؟ ليه؟ اه زي السمكة دي، اهي السمكة دي جايه له بتقول له انا بنهج، لو وصلها على اكسجين حل المشكلة، كويس. تعالى لي بقى، هو الميكانيكال فنتيليشن صعب؟ اقول لك لا مش صعب. تقول لي امال ايه اللي مخليه صعب؟ اقول لك عشان في مصيبة اسمها فاريبل وكونستانت. كونستانت وفاريبل يعني ايه؟ كونستانت الكومبلانس والريزيستنس، والفاريبل الفوليوم والبريشر والفلو والتايم. تقول لي طب دول انا بحددهم ولا ما بحددهمش؟ اقول لك بحددهم. يبقى في حاجات انت بتحددها وتفضل زي ما هي، وفي حاجات بتتغير. every press is determined by 4 variable و 2 constant الكومبلانس والريزيستنس. تقول لي يعني ايه اللي تشنج في الكومبلانس والريزيستنس؟ بسبب اللي تشنج في اللنج والاير واي، لكن الفاريبلز الباقيه دي انا اللي بحددها. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني مشكلتي لما باجي فنت العيان
لو فنتلته والايروي بتاعه كان حلو غير لما يجي له برونكوسبازم، لو فنتلته والالفيولاي ما كانش جواها ميه غير لما بفنتله والالفيولاي بقى جواها ميه. تقول لي يعني الايروي ريزيستنس والكومبلاينس مش راسيين على بر، كل شويه بيتغيروا، على عكس البريشر والفوليوم والفلو والتايم اللي انا بعمل له ست يطلع زي ما هو ست ماشي. دي الكارثة الكبرى اللي بتقابلنا في الميكانيكال فنتيليشن، ان الكومبلاينس متغيرة على حسب الالاستيك ورك، تشينج ان فوليوم ان ريليشن تو تشينج ان بريشر. يبقى الكومبلاينس اللي هي الالاستيستي زي ما اتفقنا بتتغير من عيان للتاني صح، متغيرة اه. يبقى انا عايز فنتيليتور يحس، يحس ازاي يا عم؟ بتغيرات اللي بتحصل في العيان. طب هو الفنتيليتور اللي هيحس ولا انت اللي هتحس عن طريق العيان فتقوم تحسس الفنتيليتور؟ هنشوف الكلام ده لما نروح للمودز. يبقى دي الكومبلاينس اللي هيغير الكومبلاينس، ان بقى فيه بدل الهواء حاجه تانية، الالفيولاي بقت كولابسد او بقت فيلد وذ سمثينج اذر ذان الاير، بلاد او باس او ووتر او فوميتس او التشيست وول من بره. ما هي الكومبلاينس يا اما الكومبلاينس بتاعت الفيولاي يا اما الكومبلاينس بتاعت تشيست وول. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك عن اوبيس الكومبلاينس بتاعته وحش، تشيست وول وحش، عيان عندها سكليروديرما الكومبلاينس بتاعتها وحش، بس اللنج ذات نفسها حلوه لكن التشيست وول زي الزفت كويس. يبقى اي حاجه هتغير من الكومبلاينس شود بي ان كونسيدريشن وانا بفنتل العيان. تقول لي ده النورمال، ده اسمه فوليوم بريشر كيرف، لما يمشي بزاويه 45 ده النورمال، لما تنام لتحت تبقى فيري باد، لما تقف لفوق تبقى فيري جود. اشمعنى؟ اقول لك لان ببساطه جدا لما تنام لتحت يبقى انا محتاج مور بريشر تو ديليفر فوليوم، لكن لما تقف فوق يبقى less pressure to deliver volume. سهلة. يبقى كده دايما يقول لك البي في كيرف، لما تلاقي الكومبلاينس بزاوية 45 تبقى حلوة، نايمة تبقى very bad، قايمة تبقى very good. سهلة. تشتري مني بقى، طول ما احنا ماشيين هتلاقينا بندلدق معلومات، جمع وركز. يبقى اذا في عندي حاجه اسمها نورمال كومبلاينس اللي هي فوليوم على بريشر. تقول لي انهي كومبلاينس؟ مالكش دعوه. تقول لي هو في كذا كومبلاينس؟ اقول لك اه، مش هي فوليوم على بريشر؟ طب انا في عندي كام بريشر؟ عندي كذا نوع، في عندي ستاتيك وديناميك هنقولهم دلوقتي، لكن المهم عندي لو في لو كومبلاينس ولو هاي كومبلاينس. هاي كومبلاينس يعني ايه؟ يعني فلو بي لانج نيدز ليس انفليشن بريشر زي الانفيزيما، وهنا ستيفر لانج زي الانترستيشن بالماي فايبروز محتاجه مور بريشر عشان تنفليت اللانج. يبقى انا فايده ان انا اعرف الكومبلاينس حلوه ولا وحشه ان ده هيحدد لي انا محتاج بريشر قد ايه، محتاج بريشر عالي ولا محتاج بريشر قليل. تقول لي بس خد بالك اوعى تدي بريشر عالي واللنج ستيف فتفرقعها، يبقى في بالانس ما بين الاثنين. هنتكلم على الانيشال فنتيليتور سيتنج، لكن لازم يبقى في عندك راشونال بيهايند اللي انت بتعمله ايه. خلاص. يبقى هنا يا جماعه بقى لو سمحتوا ركزوا في ده، اسمه ايه؟ بريشر فوليوم كيرف. بيقول ايه دوت؟ بيقول ان دي الكومبلاينس الحلوه اللي هي عامله زاويه 45 بريشر نيدد تو ديليفر تايدال فوليوم. طب لو الكومبلاينس وحشه؟ دي كده الكومبلاينس حلوه قوي قوي قوي. ليه؟ لان ليس بريشر نيدد تو ديليفر ذا سيم تايدال فوليوم. طب لو الكومبلاينس فيري باد؟ يبقى مور بريشر نيدد تو ديليفر ذا سيم فوليوم. يبقى اذا لما الكومبلاينس تنام تبقى فيري باد لان محتاج بريشر كتير عشان انفخ الالفيولاي، لما تقف يبقى محتاج بريشر قليل عشان انفخ الالفيولاي، والنورمال ان هي تبقى زاويه 45 اللي هي باللون الاخضر. كويس قوي. يبقى ده اسمه الكومبلاينس تشينجبل. اه تشينجبل بتاعت الكومبلاينس بتاعت اللانج وبتاعت التشيست وول. اه يبقى لازم اخد بالي منهم وانا بفنتل العيان. طب الريزيستنس بقى هي عباره عن ايه؟ مقاومه. مقاومه يعني ايه؟ يعني في عندي بريشر داخل وبريشر خارج بيزق فلو، بيزق فلو. يبقى الريزيستنس هي عباره عن ايه؟ التشينج ان بريشر اللي هو بي 1 وبي 2 على الفلو صح. يبقى ده المقاومه. يبقى الريزيستنس بتساوي ديفرنس ان بريشر ديفايدد باي فلو. حلو. مرور الهواء من الزماره
بيحتاج اعرف فرق بريشر ما بين الاثنين والفلو قد ايه. قست المقاومة، مقاومة متغيرة ولا ثابتة؟ طبعا متغيرة. متغيرة ليه؟ لان الدايمتر بتاع الايروي بيصغر ويوسع ويضيق ويفتح ويتعض عليه ويتملي سكريشن ويبقى فيه بلاد، يبقى هيتغير من وقت للتاني، برونكوس باز مش برونكوس باز. يبقى تشينج ان بريشر على الفلو ده بيساوي الريزيستنس، هتزيد لو الايروي لينس وسع وهتبوظ لو الدايمتر قل. كويس قوي. اهو لو في كينك، لو في مية في الخراطيم، لو العين عضد على الأنبوبة، لو الأنبوبة حجمها صغير، لو في سيكريشنز، لو في برونكوس بازم، كل ده هيخليكم الريزيستنس عالية. خلاص كويس. الريزيستنس لما تبقى عالية تبقى عاملة زي بطن الزير، بطن السمك. مش انت قلت لي ده معناه ان دي كومبلاينت؟ يعني عاملة زاوية 45. طيب كده اسمه انسبيريشن وكده اسمه اكسبيريشن، المفروض يبقى عامل كده. طب لو بعمل كده يبقى في ايروي ريزيستنس عالي. تاني يعني البي في كيرف ده بيديني خلفيه عن حاجتين، بيديني يقول لي الكومبلانس حلوه ازاي لو نايمه ولو قايمه، ولو مفتوحه ولو مش مفتوحه. لو مفتوحه يبقى في انكريس في الايروي ريزيستنس بالذات، ده يبقى يقول لك ده انسبيراتوري ريزيستنس عالية، وده يقول لك اكسبيراتوري ريزيستنس عالية. حلو قوي، كلام جميل. عشان كده دايما لما بيجي لك عيان كارديولوجي من غير اي سي جي بتطرده. انا برضو لما بيجيني عيان على فنتريتور من غير جرافيكس بطرده. يبقى لوكينج تو ذا اي سي جي ان ا كاردياك بيشنت لوكس لايك لوكينج تو ذا جرافيكس اون ميكانيكال فنتريشن، ضرب من مجرد النظر، مجرد ما بص على الجراف ممكن اشخص العيان. حلو. ولينا مع السمك قصه. هتغدينا يا دكتور ابراهيم ولا؟ طيب احنا قربنا نخلص اهو، حدش بقى التايمر ده بيقلقني، انا الغيه خالص مش عايزه. الريزيستنس اهو والكومبلاينس اهي. خد بالك بقى، الريزيستنس والهواء بيعدي والريزيستنس والإلاستنس والهواء قاعد. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك انا في عندي تو تايبس اوف بريشر هنحكيهم مع بعض. المهم عندي دلوقتي في عندي حاجه اسمها ايه، انسبيراتوري فلو واكسبيراتوري فلو، دخول الهواء وخروج الهواء. هيقابل ممانعه اسمها ريزيستنس وهيقابل مقاومه اسمها إلاستنس. حلوه دي بالعربي يا دكتور عاطف؟ كويس كده. حلو، احنا بنتكلم على الريزيستنس عاليه. عاليه، ادي الريزيستنس. العيان ياخد النفس كده، يجي يخرج النفس المفروض يخرجه كده. لما يحصل سكوبينج يبقى العيان عنده ريزيستنس عاليه. حلو قوي قوي. تقول يعني انا بعرف الريزيستنس عاليه من حاجتين دلوقتي، من البي في كيرف الاقيه مفتوح، وكمان من الفلو فوليوم الاقيه بيبقى سكوبد اوت. شيل عندك وخزن، وهناخد دلوقتي الجرافيكس مع بعض، لكن احنا بنقول على الفسيولوجي حتى الان. كمان يقول لك لو الريزيستنس عاليه يبقى العيان يجي يخرج، مش احنا قلنا في اكسبيراتوري ريزيستنس، الهواء داخل من مواسير هواء وخارج من مواسير هواء، لو جه يخرج ولقى السكه مقفوله يعمل كده. طيب لو فتحت له السكه هيخرج كده، صح اهو. يبقى هنا بيخرج البيك اكسبيراتوري فلو طويل قصير، والاكسبيراتوري تايم بقى طويل. حلو. طب لو اديته برونكو دايليتر وفتحت الايروي ريزيستنس يخرج بقوه، فالاكسبيراتوري تايم يقصر. الكلام ده غايه في الخطوره. اشمعنى؟ تقول لي ان دخول الحمام مش زي خروجه، دخول الهواء مش زي خروجه. هو انت لما مؤاخذه عندك مشكله في دخول الهواء ده فنتيليشن، لكن الفنتيليشن مش بيجارانتي ان انت تخرج اللي انت دخلته. مين اللي هيجارانتي الكلام ده؟ انت، بان انت تطول الاكسبيراتوري تايم. بس لو كان العيان اوبستراكتد، طب لو ما كانش ما تفرقش معي، هيخرج ويدخل عادي. يبقى ده هيبقى مع مين مهم؟ مع العيان اللي بيحزق. ده اللي انا عايز برولونج الاكسبيراتوري تايم، بس بعد ما تكون فيرم ان عنده ريزيستنس عاليه. يبقى ده محتاج برونكو دايليتور. يبقى انا هنا وريتك ايه؟
التايم بيفرق ازاي في الاكسبيريشن، لما حسن التايم بتاع الاكسبيريشن هتحسنه ازاي؟ بان انت تفتح السكة، بدل ما يخرج في 3 ثواني خليه يخرج في ثانية او في ثانيتين. ودي هعملها ازاي؟ ان انت تفتح له السكة بس. ماشي، احنا بنتكلم على الريزيستنس والكومبلاينس. تاني، فنتيليتور ديليفر جاس تو ذا لانج يوزنج بوزيتيف بريشر فنتيليشن ات ا سيرتن ريت، انا اللي بحطه. طب تفتكر لو العيان اوبستراكتد اخلي الريت سريع ولا بطيء؟ هنقوله كمان شويه. طيب ولو الفنتيليتور هيدخل تايدال فوليوم يفرقع العيان، اعمل حاجه اسمها ليميت. طيب وايه اللي يخلي السايكل بتاع الانسبيريشن توقف؟ الفوليوم ولا البريشر ولا التايم؟ دي اسمها سايكل. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني في قاموس الميكانيكال فنتيليشن عايز حضرتك تعرف حاجتين، يعني ايه سايكلينج ويعني ايه ليميت. يقول لك الفنتيليتور ده فوليوم سايكل دي فنتيليتور، يعني ايه؟ تقول لي يعني انا بدخل تايدل فوليوم 500 لما يخلصوا وقف الانسبيريشن، يبقى ده اسمه سايكل. يبقى السايكل هو عباره عن ايه؟ فيزيكال بارامتر باي ويتش ذا ميكانيكال انسبيريتوري فيز از ترمينيتد. سهله سهله. يبقى دي الطريقه المثلى لايقاف السايكل، فرامل الرجل بتاعت العربيه. طب افرض ان ال 500 دول لو دخلوا على العيان كانوا بيعملوا بيك اير واي بريشر 30 او 40، دلوقتي خليت ال 500 اللي هيخشوا على العيان وهو عنده ريزيستنس عاليه وكومبلانس باد هيخلوا البيك اير واي بريشر 60 او 70. الفنتيليتور يغض الطرف عن هذا الكلام، يقول له لا، يقول له انا همنع السايكل دي انها تتم، انا هوقف العربية بطريقة غير اعتيادية، انا هشد فرامل اليد. ده اسمه ليميت. يبقى الليميت هو عبارة عن physical parameter by which the mechanical inspiratory phase is terminated however it is not the primary cycling mode. انا هشد فرامل اليد بس مش دي الطريقة المثلى اللي انا بوقف بها العربية، ده لما اكون طالع مطلع وخايف العربية ترجع بي. يبقى السايكلينج هو اللي يخلي التايدل فوليوم يخش وكفاية، سواء دخلته ببريشر يبقى اول ما البريشر يوصل 20 هيوقف، سواء دخلت بفوليوم اول ما الفوليوم يوصل 500 هيوقف. لكن لو ال 500 دول هيفرقعوا العيان احط له ليميت، اقول له لو سمحت لو البيك اير واي بريشر هيعدي 60 وقف واديني ايه؟ الارم. غلط، ساوندنج الارم، يديني صوت ويقول لي الحقني، هيوقف العربية بطريقة غير اعتيادية. يبقى أنا بس هنا حبيت أوضح لحضرتك ما هو الفارق بين كلمة ليميت وسايكل. الاتنين بيوقفوا الانسبيريشن، بس واحد بيوقف الانسبيريشن عشان أنا اللي زبطته على هذا الكلام، ده اسمه سايكلينج. قول سرو بيوقفها بالفوليوم أو بالبريشر أو بالفلو أو بالتايم، واضعين في الاعتبار أن لو ده هيبقى ريفليكتد على العيان بصورة غلط هحط له ليميت. خلاص؟ طيب اوكي، يبقى ده الورك اوف بريزنج يا جماعه زي ما اتفقنا، اللي هو في الداخل ده اسمه ريزيستيف ورك، واللي في الخارج ده اسمه الاستيك ورك. يبقى احنا هنا بندخل الهواء اهو، يبقى ده اسمه ريزيستيف لود، وبننفخ الالفيولاي يبقى ده اسمه الاستيك لود، ده الورك اوف بريزنج. نيجي بقى لانواع البريشر. انا قربت اخلص خلاص اول محاضره، انا عارف هي بتبقى تقيله شويه وغلسه، بس ان شاء الله هتلاقيها ابليكابل معانا وهنستخدمها فيما بعد. الهواء هو داخل وهو خارج ده اسمه دايناميك، لكن لما يخش ينفخ الالفيولاي ده اسمه ستاتيك. يبقى انا في عندي تو سب تايبس اوف كومبلاينس، في عندي طالما في عندي تو بريشرز دايناميك بريشر وستاتيك بريشر، يبقى في عندي ستاتيك كومبلاينس ودايناميك كومبلاينس. مش انت في عندك بريشر وفوليوم، ده الكومبلاينس، تشينج ان بريشر على تشينج ان فوليوم ان ريليشن تو تشينج اوف بريشر، صح؟ لو البريشر فيه منه نوعين تبقى الكومبلاينس كمان فيه منها نوعين. نوع بيقيس الكومبلاينس والهواء بيعدي اسمه دايناميك كومبلاينس، ونوع بيقيس الكومبلاينس والهواء جوه الالفيولاي اسمه ستاتيك كومبلاينس. سهل، حلو. يبقى هنا بنقول اهو ده هنا البيك اير واي بريشر بيك انسبيراتوري بريشر، ده يساوي ايه؟ الدايناميك كومبلاينس، الهواء بيعدي 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 بيعدي، قيس التايدل فوليوم على البيك انسبيراتوري بريشر ناقص البيب لو كان ابلايد هيطرح منها، لو كان في بيب هيطرح من البيك اير واي بريشر. والاستاتيك كومبلاينس اللي هو الهواء اللي قاعد جوه الالفيولاي اسمه بلاتو بريشر، يبقى يساوي التايدل فوليوم على البلاتو ناقص البيب اف اتس ابلايد. يبقى انا في عندي تو سب تايبس اوف بريشر اوف كومبلاينس، زي ما انا في عندي تو سب تايبس اوف بريشر. تقول لي طب ودي فايدتها ايه؟ اقول لك لان دي فايدتها اول ما يجي لك العيان وتفنتله قسطه الاستاتيك والديناميك كومبلاينس، عشان بعد كده هنقول العيان بيتحسن
ولا ما بيتحسنش؟ الكومبلانس بتتصلح ولا ما بتتصلحش؟ خلاص يبقى ده هيفيدني في البروجريشن بتاع العيان. لحد دلوقتي سهل. كنا بنتكلم على مين؟ على الريسبيراتوري، قلنا الورك اوف بريذنج، وقلنا الاير واي ريزيستنس، وقلنا الكومبلاينس، وقلنا تو تايبس اوف بريشر. طيب دول البريشرز اللي احنا بنقيسهم، في بريشرز المفروض لا نتخطاها، هنقولهم دلوقتي. يبقى ده اسمه ريزيستيف ورك، ودوت اسمه الاستيك ورك، خلاص مش عايزين نعيد بقى اكتر من كده. يبقى دوت اسمه ايه؟ البيك اير واي بريشر، وده اسمه البلاتو بريشر. يبقى من هنا لهنا كل دوت اسمه انسبيريشن، ومن هنا لهنا كل دوت اسمه اكسبيريشن. ولما احب افنت العيان لازم انشور ان الاكسبيراتوري تايم 3 اضعاف الانسبيراتوري تايم ده في النورمال، وممكن يبقى 4 اضعاف او 5 اضعاف لو كان العيان اوبستراكتيف. ولو كان عنده ريفراكتوري هايبوكسيميا ممكن اخلي الانسبيراتوري تايم هو اللي طويل والاكسبيراتوري تايم هو اللي قصير. وهنقول هذا الكلام واحنا بنحط الايه الانيشال فنتليتور سيتنج. كويس قوي. واضعين في الاعتبار ان خد بالك بقى المعلومه بمليون جنيه، البلاتو لو فتحته، لو فتحت بلاتو تقول لي يعني ايه بلاتو؟ اقول لك بلاتو زمن وجود الهواء جوه الالفيولاي. يبقى ده جزء من مين؟ من الانسبيريشن. خليك بقى ناصح. يبقى البلاتو ممكن يطول الانسبيراتوري تايم لو فتحته، وممكن يأثر الانسبيراتوري تايم لو لغيته. تقول لي طب وانا افتحه ولا الغيه؟ لا ما تغلقهوش، لان قياس البلاتو بريشر بيعتمد على البلاتو تايم، فخليه 1/10 من الثانية، ما تلغوهوش خالص. الود ودي الغيه، لكن عشان انا اقيس البلاتو بريشر لازم يكون فيه بلاتو تايم، فحطه 1/10 من الثانية، ده البلاتو، وهو يمثل جزء من الانسبيريشن اللي انا عايزه يكون قصير لو كان العيان اوبستراكتد. تقول لي انت قلت لي كده دلوقتي طريقتين انقص بيهم الانسبيريشن، صح ولا طريقه واحده؟ حتى الان طريقه واحده، ان البلاتو اقلله. طيب هقول لك طريقه تانية، هو الهواء هو داخل بتحب يخش بسرعه ولا ببطء؟ بسرعه عشان ينقص الانسبيريشن. يعني لو العين بياخد نفس كده احسن، ولا لما ياخد النفس كده احسن؟ الثانيه طبعا، لان البيك انسبيراتوري فلو لما يبقى سريع يبقى الانسبيراتوري تايم قصير. ده في الفوليوم كنترول فنتيليشن. اديتك انا تركتين دلوقتي، البلاتو تنقصه والبيك انسبيراتوري فلو تسرعه فينقص الانسبيراتوري تايم. مهم قوي في الفوليوم كنترول فنتيليشن تعمل الحركتين دول. البيك انسبيراتوري فلو يبقى سريع، يعني من كام لكام؟ هو المفروض نورمالي من 40 ل 60 لتر بير مينيت، انت خليه 60 ل 80 ل 100 لتر بير مينيت ان اوبستراكتد بيشنت. والبلاتو مش هتلغيه، خليه 1/10 من الثانيه. اشمعنى؟ عشان اعرف اقيس البلاتو بريشر. اشمعنى؟ عشان ده ليه سيجنيفيكانس معايا كتير قوي وانا بفولو اب العيان. يبقى انا في عندي بقى حاجه اسمها بيشنت فنتليتور انتر اكشن، وده لما بنحب نسقط حد في الدكتوراه برضو بنقول له لو دخلت على عيان لقيته بيفايت الفنتليتور تعمل ايه؟ يقول لك اشوف مين السبب. صح غلط، مش تشوف مين السبب. الاول لما تخش تلاقي عيان بيفايت الفنتليتور تفصل الاثنين عن بعض، صح؟ مش لما لقيت اتنين بيتخانقوا هتقعد تقول لهم مين السبب هما بيتخانقوا ولا تفصلهم عن بعض؟ افصلهم عن بعض، دي رقم واحد. وتجيب الانبوباج وتوصله على 100% اكسجين. لو لقيت العيان بيتحسن يبقى المشكله كانت في الفنت. طب لو لقيت الانبوباج مش شغال يبقى العيان كان قافل على الانبوبه عاضد، او في برونكوسبازم، او جاله نيموثوركس، او جاله بالمونري اديما. المهم يبقى بيشنت ريليتد فاكتور. يبقى مفتاح السر لو دخلت لقيت عيان بيفايت فنتليتور تديسكونكت وتجيب الانبوباج متوصل على اكسجين وتوصله على العيان، بياخد ويد زي مش عارف السكينه في الحلاوه. يبقى ده فنتليتور ريليتد. لا ده الانبوباج مش راضي وفي ريزيستنس، يبقى ده بيشنت ريليتد او تيوب ريليتد. برونكوسبازم، سكريشن، بيتنج، نيمونيا، نيموثوركس، بالمونري اديما. كويس. طب لو كان بقى فنتليتور ريليتد، تبص على البيك اير واي بريشر لقيته عالي، ده بتاع مين؟ بتاع الاير واي. تبص على مين؟ على البلاتو، لقيته هو كمان عالي، يبقى ده اسمه كومبلاينس ريليتد.
يبقى ده حاجه ليها علاقه بالالفيولاي هي اللي خربانه. طب لو لقيت البيك اير واي بريشر هو اللي عالي والبلاتو كويس، يبقى تاني اجين سكريشن وبرونكوسبازم. يبقى لو لقيت فيه اكوت ريسبيراتوري ديتيريوريشن بص على البيك ريسبيراتوري بريشر، لو البيك ريسبيراتوري بريشر لقيته عالي بص على البلاتو بريشر، لو لقيته عالي يبقى ده لانج كومبلاينس، لو لقيت البلاتو نورمال والبيك اير واي هو اللي عالي يبقى ده اير واي اوبستراكشن. ده مهم جدا هذا الكلام. سهل ولا في مشاكل؟ يبقى هنا اهو ادي البيك اير واي بريشر وادي البلاتو بريشر، لو لقيت الفرق ما بين الاثنين عالي وهتبص على البيك اير واي بريشر لقيته عالي والبلاتو هو كمان عالي، البيك اير واي والبلاتو يبقى ده اللانج هي اللي خربانه. طب لو لقيت البيك اير واي بريشر حلو عالي والبلاتو هو اللي نورمال يبقى ده اير واي اوبستراكشن. سهله جدا. انا بوريك بس ليه انت كنت انسيستنج ان البلاتو بريشر ياخد 1/10 من الثانيه عشان يقيس البلاتو بريشر. خلاص لازم يبقى في انسبيراتوري بوز. تقول لي الله استنى هي اسمها بلاتو ولا انسبيراتوري بوز؟ هي الانسبيراتوري بوز هي البلاتو، والهدف منها قياس البلاتو بريشر، والهدف منه ان هو هيقول لي دي كومبلاينس ولا اير واي. كويس. في ضغطين المفروض لا نتعداهم ولا نتخطاهم، حاجه اسمها درايفنج بريشر وحاجه اسمها ترانس بالمونري بريشر. خلاص، وعايزك تبقى حافظ رقمين 18 و28 او 30. يعني البلاتو بريشر ما يزيدش عن 30 وده بريدكتيف اوف لانج انجري. طب تقول لي يعني البلاتو بريشر اللي هو البريشر انسايد الالفيولاي ما يزيدش عن 28 او 30 ليه؟ لان لو زاد معناه ان العيان لايبل ان هو يفرقع. تقول لي طب يبقى كويس، يبقى انا لو قدرت اقيسه على طول وحط عيني عليه ما يزيدش عن 30 يبقى كويس. قال لك والله كانوا فاكرين كده. المفهوم اتغير شويه. اتغير شويه. اتغير شويه بايه؟ بحاجه اسمها ترانس بالمونري بريشر، اللي هي فرق البلاتو اللي هو الانترا الفولار بريشر من الانترا ثوراسيك البلورال بريشر. فرق الاثنين من بعض دول اسمهم ايه؟ ترانس بالمونري بريشر. ما يعديش كام؟ ما يعديش الفرق ما بين ده وده، البلاتو والبلورا. تقول لي طب وليه مش واخد حظه من الحياه؟ مش شرط، ما احنا كلنا دكاتره مش واخدين حظنا من الحياه. يعني ليس بالضروره ان هي تبقى حاجه مهمه وتاخد حظها، ممكن تبقى حاجه مهمه برضو ما تاخدش حظها. تقول لي لا، هو كل حاجه ليها سبب. البلولار بريشر ده انفيزيف مانوفر، عشان اقيسه محتاج مانومتري يتحط في الاسوفاجس، لكن البلاتو بريشر الفنتليتور بيقيسه. يبقى خلينا في الفنتليتور بيقيسه احسن اسهل، مفيش حاجه انفيزيف هعملها للعيان اكتر. لكن نبقى عارفين ان الترانس بالمونري هو الديفرنس ما بين البلاتو اللي هو الانترا الفولار من البلورال بريشر. كويس قوي. خد بالك بقى من الكلام اللي جاي ده، هتتمخمخ منه قوي. ليه انت بقى بتقول لي ان الترانس بالمونري اهم من البلاتو؟ وايه الصوره اللي انت حاططها الغريبه دي دكتور عاطف؟ الراجل ده ماسك الزمارة وبينفخ بأقصى ما أوتي من قوة، الانترا الفولار بريشر بتاعه كام؟ 140. بص كده، دي اسمها ايه؟ ترومبيت بلاير. الترانس بالمونري بريشر هيساوي ال 150 اللي جوه الالفيولاي ويطرحوا من ال 140 اللي هم موجودين في البلورا، وهو بينفخ الاثنين زادوا، يبقى ناتج الفرق ما بينهم 150 ناقص 140 يطلع لك 10 سنتيمتر ووتر. دول فيري سيف، ما يفرقوش معايا بحاجه. على عكس مين؟ على عكس عيان زي ده، بيشنت ويز مودريت ريسبيراتوري ديستريس اون نون انفيزيف فنتيليشن، البلاتو بريشر والالفيولار بريشر، الالفيولار هنا 10 وهو بيكرييت نيجاتيف بريشر، نيجاتيف نيجاتيف 15 يبقى زائد 15 يبقى 10 زائد 15 يطلع كام؟ 25. ده يفرقع العيان. عرفت ليه الراجل اللي ماسك زماره وبينفخ باقصى قوه ما بيفرقعش؟ لان الاثنين زادوا، وانا بطرح الاثنين من بعض 150 ناقص 140 فما تفرقش معايا. يبقى عشان كده الترانس بالمونري بريشر اوقع من قياس البلاتو بريشر. البلاتو بريشر هيقيس البريشر ده بس، انا عايز اقيس ده وعايز اقيس ده،
النورمال بتاعها ايه؟ النورمال بتاعي ان الالفيولار بريشر او البلاتو بريشر يبقى زيرو، وهنا يبقى كام في النيجاتيفيتي بتاع الانترا ثوراسيك بريشر البلورال بريشر؟ ماينس 8. يبقى زيرو ناقص ناقص 8 يطلع لك 8. ده حاجه بسيطه ما تفرقعش العيان. طب وهنا نورمال العيان بارالايزد على ميكانيكال فنتيليشن، في نهايه النفس الالفيولار بريشر او البلاتو بريشر طالع كام؟ 9 ناقص في نهايه النفس برضو البلورال بريشر كام؟ 1. يبقى 9 ناقص 1 يطلع 8 ولا حاجه. امال يبقى فارق امتى؟ فارق في المصيبه السوداء ده اللي هو ناقص ناقص في النيجاتيفيتي اوف انترا ثوراسيك بريشر. تقول لي ودي بتبقى احصل اكتر في مين؟ في النون انفيزيف فنتيليشن، وكانوا بيسموها ايه؟ بيسموها بي سي لي، بيشنت سيلف انفليكتد لانج انجري. بيأذي نفسه ازاي؟ بيلعب في الترانس بالمونري بريشر. ما تفرحش قوي بالعيان اللي ماشي بسبونتينيوس بريزنج في النون انفيزيف فنتيليشن، عشان فرق الالفيولر من البلورال هيبقى عالي قوي فيفرقع العيان. خلاص سهله. يبقى مين اللي اهم، الترانس بالمونري ولا البلاتو ولا البلورال؟ الفرق ما بين الاثنين اهم، لكن احنا تجاوزا بنقول ان البلاتو ما يزيدش عن 30. تقول لي اذا الراجل اللي ماسك الزماره وبينفخ بكل ما اوتي من قوه ضامن انه ما يفرقعش، لانه حاطط البالونه بتاعته اللي هي اللانك جوه تشيست وول بقى ستيف ازازه، مهما يزود الضغط عمره ما هيتعدى الضغط اللي بره. 140 ناقص او 150 ناقص 140 يطلع لك 10، يبقى عمر ما اللانج اتفرقع. يبقى المثال ده مثال صارخ على فايده الترانس بالمونري بريشر. لو عايز اللانج ما تفرقعش، انتوا تعبتوا؟ انا لسه في اول محاضره. طيب يبقى اهو انفخ زي ما انت عايز، بس حط البالونه جوه ايه؟ جوه ازازه عشان ما تفرقعش. يبقى ده الترانس بالمونري بريشر. طب امال ايه الدرايفنج بريشر؟ الدرايفنج بريشر هو الفرق ما بين البلاتو ناقص البيب، البلاتو اللي هو جوه الالفيولاي ناقص البيب اللي انت بتبقى حاطه للعيان. يبقى الدرايفنج بريشر بيساوي البلاتو ناقص البيب. تقول لي وده ايه فايدته هو كمان؟ مش انت قلت لي دلوقتي ان البلاتو ناقص البيب وده التايدل فوليوم ده اسمه كومبلاينس تشينج ان فوليوم على تشينج ان بريشر، صح؟ والبلاتو ده كان ستاتيك ولا دايناميك؟ كان ستاتيك. يبقى ده اللي اسمها ستاتيك ستاتيك كومبلاينس. يبقى الستاتيك كومبلاينس هيساوي التايدل فوليوم على، مش انت قلت لي البلاتو ناقص البيب هو الدرايفنج؟ يبقى ده درايفنج بريشر. اذا الدرايفنج بريشر بيساوي تايدل فوليوم على كومبلاينس، تايدل فوليوم على كومبلاينس، ده اسمه درايفنج بريشر. الدرايفنج بريشر المفروض ما يزيدش عن 18، وهقول لك الفاليو بتاعته خطيره ولما تسمعها هتبقى مبسوط قوي. ده درايفنج بريشر يا جماعه بيشتغل ما بين حاجتين، حاجه اسمها لوور انفليكشن بوينت وحاجه اسمها ابر انفليكشن بوينت. اللوور انفليكشن بوينت قبليها الالفيولاي كولابسد، كل ما تيجي تفتح وتقفل تخبط في بعضها، اسمها اتاليكتي تروما. والابر انفليكشن بوينت بيوند تتنفخ زياده عن اللزوم لحد اما تفرقع، دي اسمها فوليو تروما. لو انت فنتلت العيان ما بين الابر واللور انفليكشن بوينت دي اسمها سيف درايفنج بريشر، سيف درايفنج بريشر. هحكمه ازاي؟ ببساطه، مش انت بتقول لي ده عباره عن البلاتو ناقص البيب؟ طب البلاتو كان كام؟ احنا قلنا ما يزيدش عن 30. طب والبيب قد ايه؟ 5 8. يبقى كده الدرايفنج بريشر كام؟ 20 او 22. ده وحش، انا عايز الدرايفنج بريشر ما يزيدش عن 18 بالذات في العينين اللي عندهم اي ار دي اس. يبقى ده اسمه سيف درايفنج بريشر في العينين اللي عندهم اكوت لانج انجري. هوريك بقى السلايد ده بس ما تقرفش نفسك بيه. لو الاثنين بيزيدوا ما عنديش مشكله. يعني ايه؟ لو البلاتو بريشر بيزيد والبيب بيزيد مفيش مشكله، واحد بقى 40 والبيب 20، يبقى الدرايفنج بريشر كام؟ برضو قريب من ال 18. لكن لو البلاتو بريشر بيزيد والبيب ثابت، هي دي المصيبه، 30 والبيب 5،
يبقى الدرايفنج بريشر 25 العاني فرقه. يبقى هنا بص كده ده اسمه السيف درايفنج بريشر في الاستاتستكس طلع 18. الفرق ما بين الاثنين اسمه البلاتو بريشر ناقص البيب، ده اسمه ايه؟ ده البلاتو بريشر، ودوت مين؟ البيب. فرق ده من ده اسمه ايه؟ درايفنج بريشر. ما يزيدش عن كام؟ طيب خد بالك بقى من اللي جاي، لو البلاتو بريشر ثبتناه 30 او 28 والبيب رفعناه، درايفنج بريشر ايه اللي يحصل فيه؟ يقل. مش ده 30 والبيب خليته بدل ما كان 5 خليته 8 خليته 10 خليته 12، يبقى الدرايفنج بريشر هيقل ولا يفضل زي ما هو؟ هيقل. حلو قوي. يبقى هنا يو كان ديكريز الدرايفنج بريشر باي انكريزنج البيب، صح؟ تقول لي بس بشرط ارفع البيب سولون جهاز البلاتو بريشر ما بيزيدش، يبقى ليه فاليو. لو رفعت البيب والبلاتو زاد تبقى مصيبتك سودة، لان الاثنين بيزيدوا الدرايفنج بريشر مش هيقل. تاني، لو رفعت البيب لقيت البلاتو بريشر بيزيد الدرايفنج بريشر يفضل زي ما هو، يبقى انت بتعمل ايه هنا؟ بتزود البلاتو بريشر. يبقى العان ممكن يفرقع ولا لا؟ يبقى انت بتعمل اوفر ديستنشن. تاني، انا بقول لك ان الدرايفنج بريشر هو فرق البريشر جوه الالفيولاي ناقص البيب اللي هو ابلايد. سهله، لو رفعت البيب والبلاتو ثابت يبقى الدرايفنج بريشر بتقلله، ودي حاجه كويسه محموده. طب لو رفعت البيب لقيت البلاتو بريشر بيزيد، يبقى انت ما بتستفادش حاجه لان الدرايفنج بريشر هيفضل زي ما هو، وحطينا ريسك على ان الالفيولاي تفرقع. تمام. يبقى هنا اهو الدرايفنج بريشر بيساوي البلاتو ناقص البيب if further increase in بيب. شايفين الصوره ديت؟ انا عايز اغير لي الحجاره بتاع ال، شايفين الصوره دي يا جماعه؟ ده معناه ان انت بتزود من غير ما يعقبه ديكريز في الدرايفنج بريشر. الكلام ده غايه في الخطوره، اللي مش فاهمه يوقفني. الدرايفنج بريشر المفروض ده فرق البلاتو من البيب، لو البيب فتحته والبلاتو فضل زي ما هو يبقى انت بتركروت الالفيولاي وتقومها اهو. لكن لو فتحت بيب ولقيت البلاتو بريشر بيزيد يبقى انت بتعمل اوفر ديستنشن في الالفيولاي، يبقى انت هتفرقع العيان على الفاضي. يبقى الدرايفنج بريشر ما يعديش 18 والبلاتو بريشر ما يعديش 28. خلاص، يبقى انا كده قدرت افهمك ازاي البيب بيحسن العيانين، لانه بيريكروت ويبيلد اب الكولابسد الفيولاي. يبقى احنا كده اتكلمنا على مين؟ على الاستاتيك كومبلاينس والديناميك كومبلاينس، واتكلمنا على الاير واي ريزيستنس، واتكلمنا على الكومبلاينس، واتكلمنا على الدرايفنج بريشر، واتكلمنا على الترانسبلمونري بريشر. هكلمك بقى بعد كده على حاجه اسمها في كيو ميس ماتش. يقول لك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى خالق الحته اللي يجي لها هواء يوصل لها دم. في الفنتيليشن لما بتنيم العيان على ظهره الدورسال لانج ريجنز بيجي لها دم كويس، لكن ما بيجي لهاش هواء كويس. يبقى انا في عندي حاجه اسمها ديد سبيس افكت. الديد سبيس افكت ده معناه ايه؟ معناه ان حته مش جاي لها دم لكن فنتيليتد كويس، ده بالمونري امبوليزم. وعندي كذا نوع من الديد سبيس. عندي ديد سبيس انا اللي عامله بالفنتيليشن بالخراطيم والاندوتراكيال تيوب والحته اللي ما بيحصلش فيها جاز اكسشينج، والاناتوميكال ديد سبيس اللي هي 150 سم لحد ما يوصل للالفيولاي، والالفيولار ديد سبيس اللي هي بيكون فيها الفيولاي مش جاي لها دم كويس. فيبقى دول كلهم اسمهم ديد سبيس افكت. تقول لي بقى دي اول مشكله في الالفيولو كابيلاري يونت اللي هي مش ايديال. الثانيه اسمها شنط. شنط يعني ايه؟ يعني انا بجيب دم لالفيولاي مش فنتليتد، وده بيحصل في العينين اللي راقدين، لان اللي راقد ده الدورسال لانج ريجنز بيجي لها دم كويس لكن الفنتليشن بتاعها بيبقى فيري باد، فبتبقى كولابس وبيسموها اتاليكتاتيك الفيولاي اللي في الدورسال لانج ريجن. ودوت الهدف لما بنايم العيان على على بطنه عشان اقوم الدورسال لانج ريجن ذات وانفخها. اذا يبقى دوت يحصل فيه ايه؟ شنط افكت. كويس، يبقى دول ثلاثه تايبس يا جماعه، شنط وديد سبيس والنورمال.
الديد سبيس يبقى فيه فنتيليشن ما فيش برفيوجن، والشنط يبقى فيه برفيوجن وما فيش فنتيليشن، والنورمال ان يكون جاي لك ايه فنتيليشن وجاي لك برفيوجن. وهنا بيوريك عظمة الخالق ودقة الصنع والصانع. الالفيولو كابيلر يونت اللي بيحصل فيها الجاس اكستشينج، وكل حتة يجي لها هوا لازم يجي لها دم. تقول لي طب انت بتقول لي الكلام ده ليه؟ اقول لك لان العين لما بيرقد على الفنت ممكن تلاقيه بقى تاكيبنك وبقى تاكي كاردك والانتركوستال بتشغاله وعرقان. ايه اللي حصل؟ تقول لي فيه اناتوميكال شنط ربنا خلقها. يعني ايه اناتوميكال شنط؟ يعني الرايت يدي الليفت من غير ما يعدي على الجاس اكستشينج. البلاد هيعدي من الرايت للليفت من غير ما يحصل له جاس اكستشينج. دول ربنا خلقهم طبيعي عن طريق حاجه اسمها تيبسيان فين وبرونكال سيركيوليشن، مش هنضيع وقتنا فيهم خلاص. طيب لكن البوست بريشر فنتيليشن بيزود البلمونري فاسكولار ريزيستنس، هيزود البلاد فلو في الاناتوميكال شنط، يبقى دول بيبوظوا اكتر. تقول لي اذا في عندي نورمالي من 2 ل 5% شنط بتحصل في العيانين، بيزيدوا هنا في الميكانيكال فنتيليشن اب تو 10%. يبقى ده يفسر لك ليه بعض العينين لما ترد على الفنتيليشن في البدايه يبقوا هايبوكسيميك، لان انت بتزود فيهم الاناتوميكال شنط عن طريق زياده البوست بريشر فنتيليشن اللي بتزود البالمونري فاسكولار ريزيستنس، اللي هي تخلي الرايت يدي الليفت من غير ما يعدي على كابيلر. دي اسمها اناتوميكال. على عكس مين؟ على عكس الكابيلري. الكابيلري دي بقى اللي هي كولابس الفيولاي بتاعت النيمونيا وبتاعت البالمونري ايديما وبتاعت الاتاليكسيس، اللي لما تفتح بيب بالبوست بريشر فنتيليشن تحسنها. تقول لي اذا البوست بريشر فنتيليشن بيبوظ حاجه ويحسن حاجه، بيبوظ الاناتوميكال شنط ويحسن الكابيلاري شنط، ودي فاليو حلوه جدا. والفاليو بتاعه البوست بريشر فنتيليشن في ان هو يفتح لك الكولابس دول اتاليكتاتيك الفيولاي. حلو الكلام. في عندك كم تايب اوف شنط؟ اناتوميكال ان الرايت يدي الليفت، وفي كابيلاري ان يبقى الالفيولاي هنا جواها فلويد او اتاليكسيس او نيمونيا وما يحصلش جاس اكستشينج. الفنتيليشن يحسن الكابيلاري ويبوظ الاناتوميكال. سهله، قربنا نخلص. يبقى ده الاتاليكسيس اهو زي ما اتفقنا، لما بنحط العين على 100% هيحصل ابزوربشن اتاليكسيس. تقول لي اه دي مصيبه تانية من مصايب الفنتيليشن. يا دكتور عاطف، الانسان الطبيعي لما بيتنفس نيتروجين يمثل 3/5 الهواء، وربنا سبحانه وتعالى 3/5 75 ماشي. المهم ان النيتروجين it is an inert gas responsible for alveolar stability. لما انت تريبليس النيتروجين باكسجين الالفيولاي تكولابس، دي اسمها absorption atelixis. يبقى اللي هيمنع ان الالفيولاي تكولابس في الفنتيليشن البيب اللي انت فاتحه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن كل شيء خلقناه بقدر. النيتروجين محطوط في الهواء عشان حاجتين، واحد عشان ان هو يحافظ على الالفيولاي ما يحصل لهاش اتاليكسيس، والحاجة التانية واللي اهم والاخطر ان لو حد فينا ولع عود كبريت الدنيا ما تولعش. الاكسجين انفليمابل جاس، لكن النيتروجين انرت جاس. عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان الاتاليكسيس على الفنتيليشن بيبقى عالي عشان العيانين بياخدوا 100% اكسجين في البدايه، وبعد كده بنبتدي نقل بيه وندخل معانا النيتروجين عشان يحافظ على الجاستريك على الالفيولار استابيليتي، وبنحط البيب عشان نمنتين اللنج فوليوم ونمنع الاتاليكسيس دي. حلو، قربنا نخلص. العين يقعد كده ولا ينام على بطنه؟ يقعد سيمي سيتنج ما عنديش مانع، وينام على بطنه في الاي ار دي اس، والبرومبوزيشن شود بي يور فريند في العيان اللي عندهم اكيوت لانج انجري واي ار دي اس. يعني ما تروحلوش متاخر، روح له بدري عشان تلحق العيان. لكن اول ثرو العيان لازم ينام سيمي سيتنج، ونروح للبرومبوزيشن لو كان في عنده ريفراكتور هايبوكسيمي. مش هضيع وقتك كتير، لكن عايز اقول لك ان البرومبوزيشن فرق معانا كتير جدا في العيان اللي عندهم كوفيد، وكانوا فاكرين الاول ان هو عشان بيحسن الاكسجينيشن، اتضح لا، عشان بيمنع حاجه اسمها فنتيليتور انديوسد لانج انجري. وهنا زي ما اتفقنا العين اللي نايم على ظهره الدورسال لانج ريجونز خربانه، واللي نايم على صدره على بطنه بيقوم الدورسال لانج ريجون عن طريق ان هو بيزود الترانس
بالمونري بريشر فبيفتح الديستال الفيولاي. يبقى هو ده الدورسال هنا وده الدورسال هنا. بص المنظر فرق ازاي ما بين السوباين وما بين البرون. يبقى فايدة البرونينج ان انت تشيل القلب من على الصدر. Get the heart off the lung. وبالعربي شيل ده من ده يرتاح ده عند. ما هو القلب وهو رايد على الصدر منيم الدورسال لانج ريجنز. لما تشيله وترميه على الاسترنم يبقى انت حررت الدورسال لانج ريجنز. يبقى انت حسنت مين؟ الاكسوجينيشن. غلط. انت حسنت الاكسوجينيشن بس اللي اهم هو ان انت منعت الفيلي فنتيليتور انديوسد لانج انجن. كانوا زمان فاكرين ان المين فاليو هي تحسين الاكسوجينيشن بس عن طريق ان انت عملت ريكروتمنت وقومت الدورسال لانج ريجنز. صح. لكن هي الفاليو بتاعتنا الحقيقيه في ان انت نقصت الفنتيليتور انديوسد لانج انجري. وعملوا ترايل كبيره قوي اسمها بروسيفا ترايل هنحكيها بسرعه اهيت. جيت ذا هارت اوف ذا لانج اوكي وبنايم العيان في الكراول بوزيشن اللي هو وضع السباحه اهو. وهنا قال لك ان الفيلي هي اللي اهم من ان انت تحسن الاكسجينيشن. وادي البروسيفا ترايل اهيت بتقول ايه؟ بتقول ان البروم بوزيشن جريتر نمبر اوف داي اوف بيشنت of days where the patient was not in shock, 2 days greater for prone group compared with the supine group, reduction in the right ventricle after load, significant increase in cardiac index. يعني صلح كل حاجة ومنع الفيل. كويس. يبقى لو سمحت semi sitting position all through. ممنوع ان انت تنايم العيان وتقيسه السي في بي بعد القتل مباشرة. البرون بوزيشن في الريفراكتور هايبوكسيميا والاكيوت اي ار دي اس and it should be early بالذات لو كان مودريت وسيفير اي ار دي اس. قبل ما نروح بقى في المحاضره الاولى يعني وهي دي البيزك واحنا اتفقنا ان البيزك هو هيبقى اصعب حاجه. بنقول تايم كونستنت. يعني ايه تايم كونستنت؟ تقول لي يعني الزمن الثابت. صح. ايه الزمن الثابت ده؟ زمن الانسبيريشن. تقول لي طب والاكسبيريشن مش عاجبك؟ اقول لك لا مش عاجبني. ازاي عاجبني؟ بس انا ما بعرفش اتحكم فيه. اللي بيتحكم فيه هو مين؟ العيان. وانا ممكن العب فيه بس الفنتيليتور ملوش يد، انا اللي بتحكم فيه. حلو. الاير واي ريزيستنس في الكومبلاينس بتقول ايه؟ بتقول انا في عندي حاجه اسمها ديوتي سايكل، زمن النفس. زمن النفس بيقول ايه؟ انت عايز تتنفس في قد ايه؟ يقول له والله انا عايز اتنفس 10 مرات في الدقيقه، يبقى كل 6 ثواني هديك ايه؟ سايكل. يبقى السايكل زمانها قد ايه؟ 6 ثواني. الست ثواني دول عايز تقسمهم ازاي؟ لو اديتك 2 في الرايح الانسبيريشن هترجع في كام؟ في 4. طب لو ضيعت وقت في الرايح بقوم 3 هترجع في كام؟ طب ولو ضيعت وقت اكتر في 4 مش هتلحق ترجع. مش هتلحق ترجع. يبقى ده اسمه تايم كونستنت. بيعتمد على ايه؟ على الاير واي ريزيستنس في الكومبلاينس. الاير واي ريزيستنس في الكومبلاينس. الريزيستنس في الكومبلاينس ده بيساوي تايم كونستنت. لو طلع لك التايم كونستنت مثلا 1/10 يبقى انت محتاج الاكسبيريشن يبقى 3/10 او 4/10 او 5/10. يبقى انا محتاج التايم كونستنت في الانسبيريشن اخلي 3 اضعافه في الاكسبيريشن. كويس. يبقى هو لو رايح بسرعه هترجع بالراحه. لو رايح بسرعه يبقى الانسبيراتوري تايم قصر، يبقى الاكسبيراتوري تايم زاد. اللي احنا كنا بنسميها بيك انسبيراتوري فلو. طب لو انت ما عملتش كده هيجي العين ياخد النفس ويخرج ما يلحقش، ياخد النفس ويخرج ما يلحقش، ياخد النفس ويخرج ما يلحقش، ياخد النفس ويخرج ما يلحقش. بص لي انا كده اهو. وبعدين يروح مفرقع. لكن انا في الطبيعي مش هفرقع. ليه؟ لان انا مش محطوط على بوست بريشر. يبقى ده عباره عن ايه الدايناميك هايبر انفليشن؟ ده عبارة عن عيان بياخد النفس ويخرج ما يلحقش. عشان كده تلاقيه في العينين المخضوضين او المرعوبين او القلقان مش رايح يتنفس يخرج، ما بيديش لنفسه وقت لتخريج النفس. عدم اعطاء وقت كافي لخروج النفس اسمه دايناميك هايبر انفليشن او فنتيليشن ات هاير لانج فوليوم او انترنسك بيب او اوتو بيب. خلاص. كويس قوي. عشان تمنع الكلام ده محتاج حاجتين. محتاج تنقص الانسبيريشن وتبرولونج الاكسبيريشن. يبقى اللي قبلنا قالوا دخول الحمام ازاي خروجه. صح. دخول الهواء ازاي خروجه. صح.
عارفين اصل المثل ده ايه؟ اهو اصله اهو، يقول لك افتتح احد الرجال حمام تركي وجعل دخوله بالمجان. حلو كده؟ اللي يخش الحمام مش هيدفع فلوس. فاسرع الناس للذهاب لكنه كان يتحفظ على ملابسهم، ياخد الهدوم بتاعتهم يعني، وعند خروجهم يطلب منهم النقود لاستلام الملابس. وعندما سأله الناس ألم تقل أن الدخول بالمجان، فأجاب دخول الحمام إزاي خروجه. نفس الكلام، أنت دخلت هوا لازم تضمن أن الهوا اللي أنت دخلته ده تعرف تخرجه وتدي له وقت كافي عشان تعرف تخرجه. طب لو ما خدش الوقت الكافي عشان يعرف يخرج، أهو خد الوقت وجي يخرج مش لاحق، بيخرج مش لاحق. طب والفنتيليتور هيحس بيك ان انت لسه بتخرج؟ ماليش دعوه، ده انا عندي سايكل كل 6 ثواني بديع. يبقى هنا بنقول ايه؟ زي انسبيريشن ستارت وايل ذا لاست اكسبيريشن داز نوت تيرمينيت، وهكذا. فيبتدي العيان يعبي، وفي الفلو فوليوم لوب يبتدي يخرج ما يفصلش للبيز لاين بتاعه، يوصل قبليه يبقى في عندي اير ترابنج. يبقى احنا كده عرفنا الفرق بين السوباين والبرون، وعرفنا الفرق ما بين الانسبيراتوري تايم والاكسبيراتوري تايم. وهنتكلم اخر حاجه عن البيب. ايه البيب بقى وايه السباب؟ البيب اللي هو عيان ياخد نفس ويكتمه، بوزيتيف بريشر فنتيليشن ات ذا اند اوف اكسبيريشن، صح؟ فايدته ايه؟ ينفخ الالفيولاي، صح؟ تقول لي لا، ده ليه فوائد كتير جدا. لو انا قلت لك مجهود النفس، لو البالونه اللي انت بتنفخها الريزيستنس المقاومه ليها الالاستيك ورك بتاعك وانت بتنفخها اعلى في البدايه ولا في النهايه؟ في البدايه. والدليل على كده لو اديت ولد صغير بالونه ينفخها ما يعرفش ينفخ البدايه، لو انت نفخت له البدايه اللي هي اول طلعه بعد كده بيقدر يكمل. يبقى هو بينقص الورك اوف بريذنج المبذول في فتح الالفيولاي بان هو يخليها سيمي اوبند، وكمان الالفيولاي المتعوره بيجبسها بيعمل لها سبلينتنج، ما بتفتحش وتقفل، ما بتعملش ريبيتيتيف الفيولار كولابس اند اكسبانشن، مفتوح اول ثرو. اللي عنده دراع مكسور بيجبسه. وبالتالي طالما الالفيولاي بقت مفتوحه اول ثرو يبقى بيقلوا الجاز اكستشينج ان بتوين البريسز، بيحسن اكسجينيشن. والاخطر من كل ده انه بيعمل ميكانيكال ديسبليسمنت للووتر لو كانت موجوده انترا الفيولر، فيحسن لك الاف ار سي فانكشن ريزيديوال كاباسيتي. تقول لي طب ايه الفرق بين البيب والسباب؟ كلمه واحده، الاثنين بوزيتيف بريشر والاثنين كونتينوس. تقول لي انت نصاب، هو البيب كونتينيوس؟ البيب ات ذا اند اوف اكسبيريشن. اقول لك بس البيب بيتحط مع البوزيتيف بريشر فنتيليشن اللي هو في الانسبيريشن بوزيتيف، فاصطلاحا لو حطيت بيب في عيان على فنتيليتور بقى اسمه سباب. تاني، مش انت بتقول لي هنا انا حاطط بيب؟ صح. البيب دوت ات ذا اند اوف اكسبيريشن، اه. طب والانسبيريشن اخباره ايه؟ بوزيتيف. يبقى السايكل كلها بوزيتيف ولا لا؟ يبقى البيب هو هو السباب. امال ايه الفرق؟ السباب في السبونتينيوسلي بريذنج، والبيب في الميكانيكالي ديليفرد بريسز اللي هو الكنترول ديمانداتوري فنتيليشن، الاسيست كنترول او الكنترول. يبقى لو العيان بيتنفس بنفسه دي اسمها سباب، ولو العيان محطوط على فنت بياخد مانداتوري بريس يبقى اسمها بيب. هي هي نفس المفتاح اللي انت بترفع بيه البيب او السباب. يبقى البيب والسباب حاجة واحدة. عايز اشيل الشخليلة دي. كويس. يبقى ده السباب اهو، العيان بياخد مع نفسه سبونتينيوس، وادي الايه؟ البوزيتيف بريشر اللي محطوط في نهاية النفس. كويس قوي. يبقى البيب والسباب، والبيب خلاص الفاليو بتاعته اتفقنا عليه. هنقول دوت في الجرافيكس. فايدة البيب انه بيريكروت ويبيلد اب الالفيولاي بالذات اللي في الدورسال لانج ريجنز، ويمنع الشير ستريس، الالفيولار اللي عماله تفتح وتقفل متعوره جبسه سبلينتنج. واللنج زي ما انتم شايفين في الاي ار ديس بتبقى 3 زونز، الابر ريكروتبل
ريكروتد والميدل ريكروتبل واللور كولابست. لما بنفتح بيب بنقدر نقوم افتر بيب، بنقدر نقوم جزء كبير من اللنج تبقى شغاله وتمام. يا ابني بقول لك شيل لي دي، مش راضي تتشال. طيب ماشي اوكي. يبقى ده فايده البيب لما بنفتحه عشان يقدر يقوم لي الكولابسد الفيولاي النون ريكروتبل او الدي ريكروتد الفيولاي. مزوره وبتفتح، وانت بتفتح البيب تاخد بالك ان انت ما تزودش البوزيتيفيتي زياده عن اللزوم في الاكسبيريشن، لان ده كان المتنفس الوحيد للفينس ريتيرن. فتبقى في بالانس ما بين الهيمودايناميكس وما بين البيب اللي انت بتحطه. تقول لي الله هو مش مفيد، اقول لك كل حاجه مفيده، لكن اللي بيزيد عن حده ممكن ينقلب ضده فيوقع لك الهيمودايناميكس. فعينك دايما على الضغط، ارفع البيب ولا حافظ على الضغط ولا اعمل الاثنين مع بعض؟ اعمل الاثنين مع بعض، لكن حط في الحسبان ان البيب ما بيتفتحش تلقائي، البيب بيتعمل له جراديوال بيلد اب عشان تدي فرصه للكومبنساتوري ميكانيزم ان هي تظبط معانا. يبقى دي فوائد البيب، وزي ما اتفقنا انه بيحسن لك الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي، وبيعمل ريكروتمنت للالفيولاي، وبيعمل ميكانيكال ديسبيسمنت للووتر، زي بيحسن الاف ار سي وبيخلي الميه تخرج من جوه الالفيولاي، ويحسن لك الاكسجينيشن، حاجه جميله جدا. وزي ما اتفقنا ان هو بينقص الورك اوف بريزنج، الواد ده مش عارف ينفخ البالونه صح؟ صح. ليه؟ عشان الكومبلاينس فيري باد في البدايه، لكن لو نفخها كده البيب هيروح فاتحها لك، يبقى اول طلعه بقت سهله، بعد كده يقدر يكمل وينفخ ويكمل، مفيش اي مشاكل خالص. دي فايده البيب، الورك اوف بريزنج يقل، اكسجينيشن يتحسن، الاف ار سي تتحسن، ميكانيكال ديسبيسمنت للووتر، سبلينتنج للكولابسد الفيولاي، يمنع الشير ستريس. يعني البيب ده حاجه رائعه. حاجه رائعه. العيب الوحيد ليه هو الهيمودينامكس، يعني البيب بيمنع الكحه ويزود الصحه ويجلي الفم ويروق الدم. كويس. السلايد ده مهم وهعيده تاني. يقول لك هنا سولونج جاز، انت بتبص على البريشر فوليوم كيرف وتلاقيه كولابسد بهذه الكيفيه، دي اسمها لور انفليكشن بوينت. لور انفليكشن بوينت معناها ان الالفيولاي قبليها نايمه. لو طلع هنا البيب لو طلع هنا 5 او 6 او 7 يبقى انت محتاج بيب اعلى عشان يفتح الالفيولاي كولابسد دي. اعلى من كام؟ اعلى من 5 او 6 او 7. يبقى اذا لما تبص على البي في كيرف بص على اللور انفليكشن بوينت اللي هي دي، شوفها كام؟ 5، وافتح البيب فوقيها بواحد عشان يمنع الاتاليكسس بتاع الالفيولاي. يقول لك سيت ذا بيب جاست اباف اللور انفليكشن بوينت عشان يمنع الدي ريكروتمنت، وفوق لو لقيت في اوفر ديستنشن وبعمل زي منقار البجعه كده يبقى انت بتدي تايدل فوليوم عالي، وطي التايدل فوليوم شويه اهو. لور انفليكشن بوينت اهي، حط بيب فوقيها على طول. يعني لو قست البيب هنا لقيته 6 حط بيب هنا 7، ولو لقيت بدا يحصل سبونينج هنا كده اهو يبقى توطي التايدل فوليوم عشان تمنع هذا الكلام. هنا بقى يا جماعه بصوا كده المنظر ده جميل قوي. هنا بيوريك الالفيولاي وهي كولابست وبدا يفتح لها بيب او سباب. بص اللي بالاحمر ده لسه ستيل اتاليكسس، بعد مضي 40 ثانيه بدات كل الالفيولاي تبقى ريكروتد. عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان احيانا لما بتدي تايدل فوليوم كبير ويستمر شويه، او لما تدي كونتينوس بوست اوف ايروي بريشر ويستمر شويه، بيعمل بيلد اب اوف كولابسد الفيولاي، بس محتاج وقت. يعني لما تحط للعيان ريكروتد الفيولاي عشان تريكروت الالفيولاي تحفظ رقمين 40 40، 40 سنتيمتر ووتر لمده 40 ثانيه عشان يقوم كل الالفيولاي الكولابسد. لحد دلوقتي كده الكلام كويس ولا تعبته؟ هو مفيش مجال بقى هنا لكلمة تعبت وما تعبتوش، هو طريحة وهناخدها ان شاء الله. احنا كل ده بنتكلم عن الفسيولوجي ماشي، بس على فكرة الفسيولوجي لو انت اتقنته كل اللي جاي سهل. ده انتوا جربتوني كذبت عليكم قبل كده؟
بعد كده بقى في عندي حاجة اسمها اوبتمايزنج البيب، عايز تحط بيب قد ايه؟ تقول لي والله انا ببص على حاجه اسمها بريشر تايم كيرف، لازم يبقى ستريت من 9/10 ل1.1/10. لو لقيته نازل لتحت او طالع لفوق يبقى ده مش اوبتيمم بيب، محتاج ارفع او انقص. اهو بص كده كده وكده كده اوفر كده اندر كده ستريت، هو 1.1/10 ل9/10، ده اسمه ايه؟ ستريس اندكس، بتشاف فين؟ في البريشر تايم كيرف. بس لازم يكون عنده توتالي سيديتد وعلى كنترولد مانداتوري فنتيليشن فوليوم. خلاص تلاقي الرقم ده 1.1/10 او 9/10، واحد يعني. لو لقيته نازل لتحت يبقى البيب عالي، لو لقيته طالع لفوق يبقى البيب محتاج نقلله شويه، محتاج نزود هنا البيب ومحتاج ننقص هنا البيب، لازم يطلع ستريت كده بهذه الكيفيه، ده اسمه ستريس اندكس. يبقى هاو تو اوبتمايز البيب بالستريس اندكس، او بالسونار اشوف اللنج كلها هوموجينيوس. قربنا نخلص، لكن ما ينفعش اخلص قبل ما احكي لحضرتك انت مشكلتك ايه في الفنتيليشن، هي مشكله اكسجينيشن ولا فنتيليشن؟ تقول لي مشكله الاثنين، نقص الاكسجين او زياده ثاني اكسيد الكربون. اقول لك لا، انت لازم تحدد هي بامب فيلير ولا لانج فيلير. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني وانت داخل عند الحلاق مش بقول لك شعر ولا دقن، انت ممكن تقوله الاثنين صح؟ صح. هو هنا برضو لما تيجي تفنت العيان لازم تسأل نفسك هو تايب 1 ولا تايب 2، هو بامب فيلير ولا لانج فيلير. لو بامب فيلير هتبقى المشكلة المنوط بيها الأساسية هي زيادة ثاني أكسيد الكربون، لكن لو لانج فيلير هتبقى المشكلة الرئيسية هي نقص الأكسجين. تقول لي وده هتفرق معاك؟ أيوة طبعا هتفرق معاي، في مانوفرز معينة هعملها عشان أوش أوت الكربون دايكسايد، وفي مانوفرز معينة هعملها عشان حسن الأكسجينيشن. صح؟ كويس. يبقى هي هايبوكسيميا ولا هايبركابنيا ولا الاثنين؟ لازم أسأل نفسي هذا السؤال. لو كربون دايوكسيد عالي يبقى اللعبه على مستوى التايدال فوليوم والريسبيراتوري ريت، ولو الاكسجينيشن قليل يبقى اللعبه على مستوى البيب والاف اي او 2، وطبعا لو عايزين نجود يبقى الانسبيراتوري تايم. بس بالراحه يعني كل حاجه جايه اوكي. يبقى انا لازم احدد العين بتاعي جايني مزرق سايانوزد ولا جايني مغمى عليه وهايبر كابنيك عشان اقدر اتعامل معاه اكوردنج للفنتيليشن. مش هنفرق ما بين الهايبوكسيا والهايبوكسيميا، لكن الهايبوكسيا ات ذا تيشو ليفل والهايبوكسيميا في البلاد، وانا اللي يعنيني طبعا الهايبوكسيا اكتر. الاوكسجين كونتنت بتساوي الكاردياك اوتبوت، الاوكسجين ديليفري بيساوي الكاردياك اوتبوت في مين؟ في الاوكسجين كونتنت. حلو قوي. تقول لي ايه الكلام الغريب انت يعني في السيولوجي؟ اه بس ما تضايقناش قوي كده. اقول لك لا، انا بس عايز اوصل لحركه بمعلومه. الاكسجين في الدم موجود في انهي صوره؟ موجود في صورتين، صوره فاشله اسمها فيزيكالي ديزولفد، وصوره قويه اسمها كيميكالي كومبايند. يبقى الكاردياك اوتبوت في الاكسجين كونتنت ده بيساوي الاكسجين ديليفري. حلو. يبقى انا عشان اودي الاكسجين للتيشوز محتاج ايه؟ محتاج كاردياك اوتبوت ومحتاج اكسجين كونتنت، والكاردياك اوتبوت محتاج ستروك فوليوم وارت ريت، الاثنين يكونوا كويسين. طب والاكسجين كونتنت؟ الاكسجين كونتنت يا اما يكون الاكسجين فيزيكالي ديزولفد وده 0.3، يا اما كيميكالي كومبايند وده 20.9 او 20. خلاص. مين اللي اهم؟ الكيميكالي كومبايند، والاثنين الكيميكالي كومبايند مع الهيموجلوبين والاكسجين الفيزيكالي ديزولفد اللي موجود في البلازما. تقول لي ايه لازمه كل هذا الكلام؟ لازمته ان انا لما اقول لك الاكسجين كونتنت بتساوي الكيميكالي كومبايند والفيزيكالي ديزولفد، شايف الكيميكالي كومبايند بتضربه في مين؟ مين ده؟ الهيموجلوبين. يبقى لو العين انيميك تبقى مصيبتك سودة. لو العين الهيموجلوبين بتاعه 5 او 6 او 7 وانت جاي تقول لي على فكرة مش عارف اشيل العين من على الفنتيليتور، هقول لك معذور. معذور بايه؟ معذور بجهلك. معذور بجهلك. لازم تظبط الهيموجلوبين. ايه الامباكت بتاع الهيموجلوبين؟ الاكسجين كونتنت 20 والفيزيكالي ديزولفد 3/10.
الفيزيكال ديزولف تتعاظم قيمته في الكربون مونوكسايد بويزنينج لما تدي العين سوبرا اتموسفيريك بريشر، ملوش قيمه قوي هنا، امال قيمته فين؟ في الكربون مونوكسايد بويزنينج، في النير دراونينج، في مشاكل تانية اللي بتحتاج هايبر باريك تلعب على الفيزيكال ديزولف لان الكيميكال كومبايند بيبقى خربان. كويس، يبقى الكارديك اوتبوت ستروك فوليوم فارت ريت والاكشن كونتنت فيزيكالي ديزولفد وكيميكالي كومبايند. حلو كده، نعتبر يعني نقول ايه هو از واتشينج ذا بيشنت. ايه رايكم في السلايد ده؟ مين اللي بيراقب العيان؟ في حد؟ دكتور ده وده واقفين قدام السكرين، والدكتور ده واقف عمال بيبص على الفنت، والدكتوره ديت واقفه بتبص على المونيتور، ومين اللي بيراقب العيان؟ محدش. يعني الصورة دي احنا مش عايزين نشوفها، العيان هو الاساس في كل حاجة. ماشي، بعد اذنك طبعا يا دكتور ابراهيم، ده ورك شوب كده احنا عاملينه، انا كنت عامله يوم 3/8 لغيته عشان دكتور ابراهيم. ده هيبقى على البلمونري اميرجنسيز، كلكم مدعوين ان شاء الله، في لينك ما هنزله لحضراتكم ممكن تسجلوا فيه عشان نبقى عاملين حسابكم. المواضيع فيها تبقى هايلة، بعيد خالص عن الميكانيكال فنتيليشن. دكتور ابراهيم ضرب لي الميكانيكال فنتيليشن هنا، فولت مش هنتكلم عن الميكانيكال فنتيليشن. هيبقى معنا طبعا نخبة من الأساتذة تحت اشراف استاذي الاستاذ دكتور مدحت عبد الخالق والاستاذ دكتور يسري عقل طبعا رئيس الاسم، وهنتكلم فيها على مواضيع متفرقة بس كلها emergencies، ماسيف بالمونري امبوليزم والسيفير كوميونيتي اكوارد نيمونيا والاكوت اكزاسربيشن في سي او بي دي والفابوثيرم والاكوت سيفير اسما والاكوت لانج سندرومز دكتور يسري والماسيف موبسيز والاكوت هايبر كابنيك والاكوت هايبوكسيميك فروم ذا كلينيكال ابروتش اوف فيو. وهناخد كيس ستادي كده تبقى سريعه. دي كده المحاضره الاولى اتكلمنا فيها عن الفسيولوجي. هل في اي تساؤلات قبل ما نروح على المودز؟ اتفضل يا دكتور عاطف. المحاضرة الثانية بس لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف شكر يا دكتور محمد، ما شاء الله استمتعنا، وشكرا يا دكتور إبراهيم ما شاء الله. والله أنا كراجل قديم شوية وكنت بشتغل في الريسبيراتوري فيسيولوجي، يعني كانت رسالتي من أول ماجستير والدكتوراه وبعثة برا ومش عارفه وكلام من كده، كان ريسبيراتوري فيسيولوجي، وشفت الناس العظماء المرحوم الدكتور السروجي، وكان في بعض الناس بتشتغل برضه، يعني الدكتوره ميسه والدكتور يسري واشرف حياتم، كل دول كانوا بيشتغلوا اساسا ريسبيراتوري فيسيولوجي، وفي ناس برضه في عين شمس. المهم هذا اعتقد الوضع اللي احنا فيه دلوقتي والصعوبات التي نقابلها، انا لا ادعي ان انا فهمت كل كلامك او ان انا يعني قادر ان انا ليه كده يا دكتور عاطف هتزعلني؟ بس ده قصور فينا ان احنا اهملنا الريسبيراتوري فيسيولوجي. صح، ويمكن دي اقدر اقولها للدكتور ابراهيم ان هو يعمل وركشوب مره عن كلمه ريسبيراتوري فيسيولوجي. المفروض ان احنا كنا ناخد الريسبيراتوري فيسيولوجي، انا فاكر زمان من يعني 10-15 سنه، احنا لازم ندفع لدكتور ابراهيم بقى عشان يعمل. كنا نتكلم عن ايه مثلا؟ كنت اتكلم عن اللانج فوليوم، عن الاير واي ريزيستنس، عن الاير واي كوندكتنس، كانت الحاجات دي كنا نتكلم فيها وكنا بنسال فيها وكنا بنذاكرها، الوش اوت سنجل بريس مش عارف وش اوت تيست والاكسجين تيست والنيتروجين مالتيبل بريس، كل الكلام ده كنا سمول اير ويز كنا نذاكرها وكنا نضطر نتسال فيها وكنا بنذاكرها في امتحانات الماجستير حتى، وطبعا لازم في الدكتوراه ونسال فيها، وكان في لجان ان احنا في اثناء امتحان الدكتوراه كنا بنسال الناس في الحاجات دي. طلع لنا النظام الجديد بقى بعد كده من ساعة حكاية التريسز اللي خلت حصرت الريسبيراتري فيسيولوجي في عبارة عن ريبورت بيديها لك بتاعت برمونري فانكشن، وتحصرت تقريبا سابوا يعني البريشر فوليوم مثلا ده بطلنا نتكلم فيه، بقت كل العملية مثلا فلو فوليوم لوب كده اي كلام وشوية سبيرومتري، وبقت بالطريقة دي ما بتقدرش. اولا الاساتذه اللي كانوا زي اللي كانوا بيذاكروا وكانوا بيشرحوا وعملوا ريفيوز في الحاجات دي بطلوا يشتغلوا ان هم ما بقوش بيمتحنوا،
والطلاب ما بقوش حدش هيزنقهم عشان تعرف البيزكس بتاعته. لا بنزنقهم، وبالتالي بنزنقهم، لا بنزنقهم يمكن شويه في بعض الجامعات وقليل يمكن. وحضرتك بقت الوصول الى الريسبيرات الفسيولوجي اصبح عن طريق غير مباشر، عن طريق الميكانيكال فنتريش، عن طريق الناس بتوع الاي سي يو. المفروض الريسبيرات الفسيولوجي ده هو بالحاجات بتاعته تكون اساسا ده علم لوحده والناس تهتم بيه لوحدها، وبتوع الفسيولوجي اللي هو في الاكاديميك لما بروح نمتحن الفيرست بارت ولا مش عارف ايه قلبوها الحته كده يعني ماشي حالك بتاع الطلبه يعني كده حاجات مش يمكن مش ابلايد. وعاوز اقول يعني لفظ مهم لقيته كنت فاكر في كتاب انا عمال افتكر اسمه كنا بذاكر منه زمان وحاجات زي كده، كان بيقول فيسيولوجي اوف توداي از ذا ميديسين اوف تومورو. صح، الحته دي اتلغت وبالتالي رسينا ان احنا اللي عاوز يتكلم الناس اضطرت تستعملها بس لما زاد الاهتمام بالميكانيكال فنتيليشن. مش هيقدروا يشتغلوا الميكانيكال فنتيليشن الا لو فيهم فيسيولوجي، ولذلك بتوع الميكانيكال فنتيليشن اخذوا على عاتقهم هذه المنطقه بتاعت الريسبيرتوري فيسيولوجي. المفروض المنطقه دي منطقه بيزك ومنطقه قائمه بذاتها، والمفروض نعمل ريكروت من الدكاتره اللي كانوا بيشتغلوا فيها علشان يعني ايه ونزود الناس اللي بيشتغلوا فيها بحيث ان هي دي تتشرح لوحدها في حد ذاتها. تمام، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب يا جماعه دلوقتي يعني احنا خلي الدنيا برضو انتر اكتيف وانا شغال، اللي عنده اي تساؤل يسال عشان احنا بنتكلم في حاجه ممكن زي ما دكتور عاطف بيه بيقول مثلا ممكن حاجه تكون عدت عليا، ممكن حاجه انا حاسس ان انت فاهمها وانت مش مستوعبها قوي، فممكن توقفني وتسالني إذا كنت عارف هرد عليك، إذا كنت مش عارف هقول لك مش عارف. كويس؟